يلا بينا نبدأ عشان الناس المصححة. بص يلا، أول سؤال بيقول لنا هنا إيه؟ مونوكروماتيك لايت ري فول على ميتال سيرفيس أوف سيرتن ميتال، ذا نمبر أوف إلكترونز إميتد، يبقى كان أكيد الفريكونسي دي أكبر من الكريتيكال فريكونسي. لو أنذر مونوكروماتيك لايت ري بإنرجي أعلى فول على ميتال سيرفيس، فول على نفس الميتال بنفس الريت يعني بنفس العدد بتاع الفوتون as the first one then the number of emitted electron per each second. ايه رايكم؟ ها عدد الالكترون الاميتد ها هيزيد هيقل remain unchanged؟ ايوه الاجابه سي، العدد بيزود عدد، انرجي تزود انرجي، لكن الانرجي لما تزيد ما تزودش العدد، فالاجابه هنا ايه؟ unchanged، الاجابه سي. يلا خدوا بالكم كويس، اللي غلط ياخد باله. question number 2 in the opposite electric circuit write the voltmeter equal كام؟ بص يا عم لما تجي لك سيركت زي دي بصوا كده احذف الفولتميتر كانك مش شايفاه، شيل الفولتميتر يلا كانك مش شايفاه. ايه اللي شفتوه؟ انا شايف بطاريتين متوصلين عكس بعض. يلا نجيب بقى نعمل ايه؟ اي بطاريتين عكس بعض نجيب التوتال في بين ماينس. النت وحش يا مستر. نعمل كده، صوتي بيقطع. الصوت بيقطع اه مستر. ها صوتك كويس؟ اه تمام يا مستر. لا يا مستر الصوت بيقطع. طب كده صوت كويس شباب؟ تمام. طيب ثانية واحدة. يلا يبقى اول حاجه هنعملها هنا هنعمل ايه؟ معانا 2 في بي عكس بعض يبقى ماينس، نجيب الاي نعمل ايه؟ في بي 1 ماينس في بي 2 على ار الايكويفلنت زائد الانترنال. طبعا ما عندناش هنا ار ايكويفلنت يبقى انترنال 1 بلس انترنال 2. جبت الكارت، الفولتميتر متوصل حوالين البطاريه الكبيره، فالفولتميتر بيتوصل حوالين البطاريه الكبيره بيبقى قانونه ايه؟ في بي ماينس اي ار. فانا هروح عامل كده اهو، ادي في بي بتاعت البطاريه الكبيره ماينس اي ار بتاعت البطاريه الكبيره، واطلع الناتج بتاعنا ايكوال كام؟ هو انا ممكن بس بعد كده ما تفتحش المايك بتاعك عشان ما تصوتش بعد الحصه خالص، يعني عاوز اي حاجه هتكلم لي جوه الشات بس، حدش يفتح مايكات خالص بعد اذن حضراتكم، ما تفتحش مايكات خالص عشان بتبوظ التسجيل على كل زمايلنا. طيب دلوقتي ها لسه برضو في تقطيع في الصوت عشان ممكن اغير الواي فاي، بس في تقطيع في الصوت دلوقتي. طيب تعالى كده بص، طب هعمل حاجه. حاضر كده تمام، ماشي كده تمام، ايوه شغال على. طيب بص بقى يا شباب بقى كده معايا هنا، الفولتميتر عندنا متوصل حوالين البطاريه اللي موجوده فوق ديت، وديت بقى النقطه اللي عاوزك تاخد بالك منها انت، وهي البطاريه دي البطاريه الكبيره فمتوصله حوالين البطاريه دي. فانا اول حاجه عملتها ايه؟ اول حاجه عملتها ايه؟ اجيب الكرنت بتاع السيركت، فاخدت جبت التوتال في بي، فاخدت فولت البطاريه الكبيره ناقص فولت البطاريه الصغيره. بعد كده رحت جايب الاي، الاي فولت البطاريه الكبيره ناقص فولت البطاريه الصغيره على ار الايكويفلنت بلس الانترنال، جبت الاي. الفولتميتر متوصل حوالين البطاريه الكبيره. واحد يقول لي طب ممكن يبقى متوصل حوالين البطاريه الصغيره؟ ممكن برضه، يعني ممكن اخد دلوقتي الفولتميتر من تحت ممكن برضه، بس هيبقى قانون في بي بلس اي ار. يعني لو خدته الفولتميتر ده ك
كانه متوصل حوالين بطاريه ثانيه ممكن وتبقى اجابه صح عادي وطلع لك نفس الناتج اهو. شوف كده معايا يلا، عشان شفت واحده جميله بتقول لي ايه؟ طب متوصل حوالين الاثنين، حوالين كبيره تبقى في بي ماينس اي ار، لو خدتيها حوالين صغيره في بي بلس مين؟ بلس اي ار. ادي في بي اللي هي 12 بلس اي 2 في الانترنال 1، ايه رايك ها؟ طلعت 14 ولا مش 14؟ طلعت 14 برضه، تطلع نفس الناتج من هنا او من هنا. الصوت بيقطع تاني. ثانية واحدة. الصوت بيقطع تاني. معلش احنا كتير واقفين عندهم من جوه. ضروري. ماشي ماشي. المنطقة بصراحة معلش والله يا جماعة النت بتاعها اليومين دولت زبالة. أنا بس أشغل النت تاني. طيب أنا هشتغل دلوقتي وقولوا لي برضو الصوت عامل إزاي وأنا شغال. تمام؟ دلوقتي هشتغل وقولوا لي الصوت عامل إيه دلوقتي وأنا شغال. أنا غيرت راوتر تاني. اه كده سامعين الصوت؟ شباب سامعين الصوت؟ تمام. طيب تمام، لو في اي حاجه برضه بلغوني على طول. تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كويشن نمبر 3 بيقول لك السؤال هنا بيقول ايه؟ اف تمبرتشر اوف بلاك بادي اكس از جريتر ذان تمبرتشر اوف بلاك بادي واي، عندنا اثنين بلاك بادي. ذا ريشيو بتوين ذا توتال انرجي اميتد فروم بادي اكس تو توتال انرجي اميتد فروم بادي واي. بص يا عم، اللي عنده تمشر اكبر بلاك بادي اللي عنده تمشر اكبر بيكون الماكسيمم بيكوفلنس بتاعه اقل، واللي عنده ماكسيمم بيكوفلنس اقل يبقى عنده فريكوانسي اكبر يبقى عنده تمشر اكبر. فاكس عندها تمشر اكبر يبقى عندها انرجي اكبر، يبقى الانرجي بتاعت اكس على الانرجي بتاعت واي، ايوه كده العيال الجامده الرجاله الجامده، تبقى جريتر ذان 1. ليه؟ بلاك بادي اللي عنده تمشر كبيره يعني عنده ماكسيمم بيكوفلنس صغير، يعني فريكوانسي عاليه يعني انرجي عاليه. تمشر اكس اكبر من تمشر واي يبقى انرجي اكس اكبر من انرجي واي، فالاجابه سي. الله ينور عليكم يا شباب. كويشن 4 يلا معايا كده بسرعه. تو ميتال وايرز، اللي دايما العيال اللي قاعده بتسمعني بس من غير ما بتحل تزهق، العيال اللي بيسمعني هو بيحل ما يزهقش ابدا ابدا. طيب the resistance of the first wire double the resistance of the second wire are connected together in parallel. parallel يبقى ثبت مين؟ parallel يبقى ثبتنا البوتنشال. فبيقول لي الريشيو ما بين باور 1 على باور 2، طالما الفولت ثابت يعني انا هلعب بقانون باور ايكوال في سكور على ار. اشمعنى يعني مستر اخترت القانون ده؟ قال لي parallel والار المتغيره، فالعب على الفولت الثابت والار بتتغير. طب ما انت عارف ان بي 1 على بي 2 ايكوال ار 2 على ار 1، ار 2 تنزل ار، ار 1 بقى قال لي ايه؟ دبل ار. شيل دي مع دي تطلع الاجابه زي ما العيال الجدعان كلهم قالوا بي ممتازين، كل قال بي شابوه. السؤال اللي بعده كويشن نمبر 5، احنا عايزين دايما نحط ستوب واتش قدامنا احنا بنبتدي نحل، بدانا وربع تمام؟ ذا نمبر اوف ايميتد فوتون بير سكند فاي ال، الباور بتاعه بي دبليو والفريكونسي نيو، كالكوليت من انهي ريليشن من دول؟ هو عاوز يعرف فاي ال بكام؟ الباور بيساوي ايه؟ اتش نيو فاي ال، يبقى فاي ال ايكوال ايه؟ اتش نيو على باور. هل الاجابه دي موجوده؟ هل اتش نيو على باور موجوده في الاختيارات؟ انا معلش انا كاتب القانون هو الباور، انا كاتب القانون غلط معلش. هو الباور ايكوال اتش نيو فاي ال، يبقى فاي ال هتساوي الباور على اتش نيو، ايوه يبقى الاجابه سي. ليش؟ يبقى باور على اتش نيو، لان الباور قانونه اتش نيو فاي ال، يبقى فاي ال ايكوال باور ديفايدد اتش نيو، فالاجابه الصح هتكون مين؟ سي. كويشن نمبر 6 ها ركزوا معايا. ان ذا اوبزيت فيجر اذا كان في 1 ايكوال في، في 1 ايكوال في، يا ترى في 2 بتساوي كام؟ خلي بالكم ده كويل وكباستور، ها كويل وكباستور. يلا جانا سامح اول واحده جابت الاجابه صح، الله ينور عليك. ها مين تاني؟
برضو قمر تمام ومصطفى كمال وحبيبه برافو 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 يا شباب. فولت السورس اللي هو الفي توتال بتاع السورس ها في توتال بتاع السورس ايكوال فولت الكباستور ناقص فولت الكويل 2 ماينس بعض كويل وكباستور. حلو بقى فولت انا عملت كده في ايكوال في 2 ماينس في 1 في اللي هي في توتال ب في تساوي في 2 ماينس في 1 في 1 اللي هي بتاعت الكويل ب في ودي الفي الناحيه الثانيه بالبلس يبقى في 2 ايكوال كام؟ ايكوال 2 في. ده يا جماعه لو ب 2 في ف 2 في ماينس في تديك مين؟ تديك في بالبديهيا يعني بديهيا لو على السريع كده تشغل دماغك. كباستور وكويل الفرق ما بينهم الفي توتال في فاكيد فولت الكباستور 2 في عشان يطرح 2 في ناقص في تدينا مين؟ تدينا الفي اللي تحت ديت تمام؟ اي في توتال بتساوي مش دايما الفي توتال بتساوي فولت الكباستور ماينس فولت الكويل صح؟ لما يكون عندي كباستور وكويل مش ده الفي توتال يا بسنت ده الفي توتال يا مريم. طب حلو ركزي معايا كده الفي توتال هو ايه اللي قيمتها ايكوال كام؟ في فولت الكويل اللي هو في 1 ب في انا بقى عاوز او فولت الكباستور انا مش عارفه فولت الكويل قيمته بكام ب في وادي ده الناحيه الثانيه يبقى فولت الكويل هيساوي في ونيجاتيف في هتروح الناحيه الثانيه ببلس v بلس v تديكي كام؟ 2v صح؟ ماشي السؤال اللي بعده question number 7 an ideal transformer has primary coil يا مس اماني الناس بره هي عندك محدش بيدخلها an ideal transformer ما هي تيجي العكس ازاي يعني؟ يعني هو اداكي فولت الكويل ب في هتعمليها انت ازاي 2 في يعني؟ ما لازم اطرح عشان يطلع عندك 2 في. طيب يلا مين يقول يا جماعه الاجابه اللي جايه ديت؟ ايديال ترانسفورمر وخط تحت كلمه ايديال ترانسفورمر ايديال ايديال يعني باور البرايمري قد باور السكندري فهو فعلا بيقول لي ايديال ترانسفورمر البرايمري كويل عنده ان بي والسكندري كويل عدد لفاته ان اس الانبوت باور بي دبليو يبقى الاوتبوت باور بيساوي ايه؟ برضه بي دبليو صح ولا لا؟ ايوه الاجابه دي برافو عليك لان ده ايديال باور البرايمري قد باور السكند. يلا كويشن نمبر 8 شغل دماغك معايا شغل دماغك معايا ان ذا اوبزيت جراف ريبريزنت ريليشن ما بين الكوانتيتي اوف تشارج وتشارج على 1 بليت اوف ذا كاباستور اند بوتنشال ديفرنس بتوين اتس تيرمينال اوف تو كاباستور سي 1 اند سي 2 عاوز ريش ما بين سي 1 على سي 2 اسال السؤال الاول اسال السؤال الاول كيو وفي يطلع ايه السلوب كيو في يطلع ايه السلوب السلوب ايكوال سي طب استنى بس براحه كده السلوب بيساوي سي هو عاوز ريش ما بين سي 1 على سي 2 يبقى خد السلوب بتاع سي 1 ديفايدد السلوب بتاع سي 2 يا يوسف خد سلوب سي 1 ايه هتقول ايه واي ديفايدد اكس يعني 3 على 5 كده انت بتقعد السلوب بتاع ايه سي 1 على السلوب بتاع سي 2 5 على 5 5 على 5 فايه اللي هيحصل هشيل واحده 5 مع واحده 5 فتطلع الاجابه التالي 3 اوفر كام اوفر 5 ده الانسر بتاعنا ماشي يا عم يوسف تقول ما فيش حاجه ازاي يعني ماشي السؤال اللي بعد question number 9 in the opposite circuit if the polarity of the two cells are reversed the reading of a meter will be ركز معايا كده ركزوا دول بطاريتين متركبين عكس بعض يعني الكرم بيساوي في بي ناقص في بي بيقول لي لو انا عكست البطاريه يلا يا رجاله معايا لو انا مسكت بطاريه منهم وعكستها توتال كرنت قرايه الاميتر هتزيد هتقل ولا هتفضل زي ما هي النت اللي عندك معلق مش النت عندي يا هنا اللي معلق النت عندك انت يا هنا وحش ها آه. طب كده الصوره يا جماعه واضحه عندكم مش كلكم الصوره واضحه عندكم كلكم دلوقتي تاني بيقول لنا في الشكل اللي قدامك ده بطاريتين متركبين عكس بعض لو انا عكست واحده من التو باتريز
يلا الكرنت يحصل له ايه؟ ايوه صح، برافو عليك. الكرنت كده هيزيد، الكرنت كده هيحصل له ايه؟ هيزيد. ماشي تمام. ليه؟ لان الاي كانت بتساوي في بي 1 ماينس في بي 2 على ار، لكن دلوقتي، لكن دلوقتي ايه اللي حصل؟ الكرنت دلوقتي بقى بيساوي مين؟ في بي 1 بلس في بي 2 على ار. فلما بنعمل بلس اكيد التوتال فولتج هيزيد، فالكرنت هيحصل له ايه؟ هيزيد. طيب كويشن نمبر 10، طب بصوا كده معايا. طب انا هستاذنكم هقفل الكاميرا كده وشوفوا الدنيا ايه. ايه ارض هنا، طب ها ايه رأيكم كده؟ انا داخل على كوشن نمبر 10 يا شباب. السؤال اللي بيروح هتشوفوه في الفيديو في الإعادة، عشان مش هقدر ارجع له تاني، لو كان مش سؤال عند ناس وناس تانية لا، فمش هرجع. كل فاتح كوشن نمبر 10 معايا. طيب السؤال بقى الموجود قدامنا هنا، يلا. In the opposite circuit، يلا بقى بينا كده. In the opposite circuit a solenoid is connected to a resistor and two identical batteries each of electromotive force VB. فاكرين يا جماعه دي جبتها لكم في امتحان شهر قبل كده، ديت ها دي مش اول مره تشوفوها، جبتها قبل كده لحضراتكم في امتحان شهر. بصوا الباتري جايه كده، الكهرباء خارجه كده من البطاريه اهي، بعدين هتروح مكمله وجايه من ورا السولينويد كده 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 لغايه لما تلف. ثانيه واحده، البطاريه دي بقى الكرم بتاعها جاي بالشكل ده، الاثنين هيتقابلوا مع بعض يخشوا هنا. ليه مش هيخشوا على بعض؟ ليه مش هيعرفوا يخشوا على بعض؟ لان التو كرنت البطاريتين زي بعض، بطاريتين طالما قد بعض الكرنت ده والكرنت ده ما يعرفش يخش على السولينويد كل واحد في الاثنين، فهم الاثنين يفرغوا جوه السلكه اللي موجوده في النص دول. يعني لو ما كانش السلكه اللي موجوده في النص دي موجوده كانت السلكه ما اشتغلتش، لان انت جايب اتنين في بي قد بعض وعكس بعض، فالمفروض الكرنت يكنسل بعض، ولكن لحسن الحظ السلكه اللي موجوده في النص دي فرغت التوتال كرنت جواها. نمسك بقى السولينويد الموجود على ايدك اليمين، حدد اتجاه الانديوز كرنت بتاعه، هتعمل ايه؟ ها؟ رفع صوابعك لفوق كده، ده صباعك اللي هو هيبقى مين؟ النورث، يبقى النورث هنا والساوث هنا. الناحيه الثانيه صابعك اللي تحت كده اهو مع اتجاه الكرنت لتحت، هيبقى النورث هنا والساوث هنا. اه كده يبقى اكس وواي، يبقى الاثنين ايه؟ النقطه اكس تبقى ايه؟ ساوث، والنقطه واي كمان هتبقى ساوث. والاجابه دي زي ما الرجاله والبنات الجدعه قالوا كده الاجابه من بدري. كويشن نمبر 11، السؤال دوت يا جماعه عاوزين نركز فيه قوي قوي قوي، عشان في حوار كتير قوي، في حوارات كتير قوي. straight wire of weight 0.1 نيوتن، حلو يا زياد منك. placed parallel to a surface of the earth of plane beige and resistivity of the wire equal numerically its area. بيقول لك الريزستيفيتي بتاعت الواير قد الاريا. when uniform magnetic flux density 10^-2 تسلا applied perpendicular to the beige the wire balanced under effect of two forces. استنى بقى، الواير ده لو اثر بماجنتيك فورس، في ماجنتيك فورس اثرت عليه، اقدر اجيب اتجاهها. الماجنتيك فورس بتاثر لفوق وده بيأثر لتحت كده يا اولاد، ها كده يا رجاله، هيبقى الماجنتيك فورس بل ايكوال ماج. فاكرين القانون بل ايكوال ماج؟ امشي كده معايا واحده واحده.
طيب الماجنتيك فورس ام جي سوري الماجنتيك فورس ليبل ايكوال ماج ام جي. حلو الكلام. انت عاوز ايه بقى؟ انا عاوز اطلع قيمه مين بقى؟ بص ركز، عاوز اطلع البوتنشال ديفرنس ما بين التيرمال اوف ذا واير. بوتنشال ديفرنس في بتساوي اي في ار. ركز كده معايا، هجيب قيمه الاي الاول. الاي هتساوي ام جي على بي ال، صح ولا لا؟ ام جي اللي هو الويت 0.1 نيوتن على بي في ال. البي اللي هي 10 باور نيوتن في كام؟ 2 ملتبلاي ال 0.1 على 10 باور نيوتن في 2، فتطلع الاجابه 10 اوفر ال. 10 اوفر ال يبقى كده الكرنت قيمته بتساوي 10 اوفر ال. خليها في جيبك يا ابني، خليها في جيبك هتعوزها كمان شويه. الار بقى، الار قانون بيساوي ريزستيفتي في لينس اوفر اريا. شوف هو قال لك ايه فوق، بيقول لك ريزستيفتي قد الاريا. فتشيل ريزستيفتي وتكتب اريا، فتشيل ال الاريا مع الاريا يبقى ايه؟ بقى ال. كده بقى الار بتساوي ال. الله الله يا عبد الله، يبقى الفي بتساوي ايه يا استاذ زياد؟ يبقى الفي بتساوي اي في ار. الاي اي اوفر ال والار ال، شيل ال مع ال تطلع الاجابه ايكوال 10 فولت. هذا السؤال جامد، هذا سؤال جامد جامد، يعني في فكر خطير. لان انا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الحوار ده؟ ايه الحوارات دي؟ جبت الاي ان تيرم اوف ال وجبت الار ان تيرم اوف ال، فلما جيت اجيب الفي اي في ار محتيرت ال مع ال، انه سؤال عبقري. واحد يقول لي طب انا ما كانش يجي على بالي كده، اديك شفت عشان تتعلمه ودماغك تتودج. احنا بنلعب في السبعه والثمانيه الطلطيش لسه. خش عليا السؤال اللي بعد. ايوه صح يا زياد والله. ان ار ال سي سيركت، اقرا كويس العبارات. ان ار ال سي سيركت كونتين ان اي سي سورس سو ات فريكوانسي ات فريكوانسي اندكتيف رياكتنت بتاعت الكويل كانت بتساوي 36 اوم وير اتس اوميك ريزيستنس از نيجليجبل اند كاباسيف رياكتنت ايكوال 30 اوم. If the ohmic resistance بتاعت السيركت 8 ohm and the effective value of the potential of the source 20 volt، فهو بيسألني بقى يبقى البوتنشال across VL equal كام؟ أنا متهيألي أقدر أجيب امبيدنس الأول، ده الخطوة الأولى. فالامبيدنس هتساوي XC minus XL plus R square. أنا معايا XC ومعايا XL ومعايا R، كل حاجة عوض تمام؟ بعد ما جبت الامبيدنس هعمل في على زد اطلع الاي. جبت الاي هبقى فولت الكويل اضرب اي في اكس ال، ضربت اي ملتبلاي اكس ال طلعت معانا 72 فولت. طيب في طالب من شويه بيقول لي يا مستر في المساله اللي فاتت بتاعت بيل ايكوال ماج، بيقول لي طب هي جي فين؟ طب انا اشتم ولا عادي؟ خليك عادي، خليك لطيف، خليك لطيف زي الصبح كده كنت لطيف. ام اف جي دي اللي هي الويت يا جماعه، ام اف جي الويت على بعضها، انا بدل ما اديك ام لوحدها وجي لوحدها اديتك الويت، فانت هتشيل ام اف جي كلها على ابوها كده تكتب بدلها الويت. تمام؟ طيب تعال نشوف اللي بعدها. كويشن 13. السؤال ده برضو من الاسئله الحلوه، تعال كده بص معايا. The opposite diagram represents a part of electric circuit. ده جزء من electric circuit. Then the value بتاعت I equal K. هنطبق قانون KCL. يلا بالراحة كده. هو الكرنت بكام الأول؟ الكرنت بكام؟ 2 زائد 2 يا رحاب. أيوه 4 أمبير. دخل هنا 2 أمبير. وهنا 2 أمبير. اتجمعوا مع بعض دخلوا هنا 4 أمبير. بيقول لي بقى البوتنشال ما بين X وY بكام؟ البوتنشال ما بين X وY بكام؟ I في R. I ب 4. في 3 ب 12، فيبقى الاجابه هتكون زي ما انتوا قلتوا كده وشروق وقمر وكل الناس الجدعه كده، الاجابه بتساوي 12 فولت. طيب كويشن 14. الله بيفكرني بالذي مضى، اقرا كده معايا، اقرا معايا، اقرا. بيقول لك ان ديجيتال الكترونكس تو سند اند ريسيف سيجنال ذات كاري انفورميشن، كونفرتر 1 هو مين؟ used to send converter 2. converter 2 used to receive
بص كونفرتر 2 بيطلع المعلومه، وكونفرتر 2 بيستقبل المعلومه. فاكرين يا جماعه عمليات الارسال الموجات كنا بنستخدم فيهم اتنين كونفرتر، انالوج ديجيتال كونفرتر وديجيتال انالوج كونفرتر. اللي كان بيبعت الرساله كان اسمه ايه؟ اسمه انالوج ديجيتال كونفرتر. اما اللي كان بيستقبل اسمه ايه؟ ديجيتال انالوج كونفرتر. يبقى الاجابه كده هتكون مين؟ اول واحده بيحول الانالوج لديجيتال، تاني واحده بيحول الديجيتال لانالوج. فيبقى الاجابه تبقى مين؟ تبقى بي. يبقى مش سي بقى يا دكتور. الكونفرتر الاولاني بياخد الموجه الانالوج اللي مش متشفره يخليها ديجيتال، يشفرها يحط عليها 0 و1. الريسيفر بيعمل ايه؟ بيستقبل الموجه الديجيتال ويفك الشفره بتاعتها فيخليها انالوج. انالوج يعني موجه مش متشفره. تمام؟ فيبقى الاجابه الصح هتكون بي. كويشن نمبر 15. نقرا كده مع بعض. مونيكا نصبر كده يا مونيكا الاول على الاجابه بتاعتنا دي، طالعه الاجابه على الطخ. هو طبعا سؤال عبيط قوي، بيقول لك انهي فولتميتر من دول هيقرا القرايه بتاعته، او انهي اميتر او فولتميتر هيقرا قرايه صح. طبعا يا جماعه اولا في الفجر الاولاني ده الفولتميتر متركب غلط، الفجر الثاني ده برضو الفولتميتر متركب غلط، في الفجر الثالث ده الفولتميتر متركب صح، في الفجر الرابع ده كده عندك الفولتميتر متوصل بارلل والاميتر متوصل بارلل معاه. ده الاميتر مش هيقرا قرايه اساسا. ليه؟ لانه يعتبر الفولتميتر، الاميتر يعتبر جامبر واير هياخد الكهرباء، الفولتميتر مش هيقرا قرايه عندنا. فالفولتميتر الصح each diagram represent a part of the circuit then which of them the ammeter and the voltmeter مع بعض متوصلين صح. مين في دول؟ الاميتر والفولتميتر متوصلين صح. تمام؟ فطبعا هتبقى فيجر مين؟ سي. الاميتر متوصل سيرس والفولتميتر متوصل بارلل مع الار، ففيجر سي هو اللي صح. ايه لا؟ ايه الاميتر متوصل صح لكن الفولتميتر غلط؟ في بي. الاثنين متوصلين غلط. سي الاثنين متوصلين صح. تمام؟ ماريو اصبر يا ماريو. كويشن نمبر 16. ها؟ بيقول لك which of the following figure represents the direction of motion of dominant charge A and B. dominant charge اللي هم مين؟ اللي هم الهولز والالكترونز. طبعا انت عارفين ان الN عندها الكترونز والبي عندها هولز. طيب قول لي بقى كده، مش الالكترونز اللي اسمها ايه بتتحرك من الN للبي، والهولز اللي موجوده جوه البي بتتحرك من البي للN؟ يبقى الاجابه الصح هتكون مين يا ولاد؟ الاجابه الصح هتكون مين يا ولاد؟ اللي اختار بي ده غلط، اللي اختار بي ده غلط، اللي اختار بي ده غلط. الإجابة الصح هتكون دي. الإجابة الصح هي دي. دي A و B اتنين كارير تشارج مختلفين عن بعض. الـ A كارير تشارج اللي جوه الـ N دي بتكون الإلكترون. لو تفتكر كده كنت أنا بشرحها لك وأقول لك إيه يا بطل أنت وهي. كنت أنا في الشرح الحتة دي. ثانية واحدة بس عشان القلم اوقات راح معلق اهو. بص انا كنت بقول لكم ايه، كان في عندنا عايش حضرتك يعني الحته دي يا سيدي بقى انت ما ذاكرتهاش. الN اللي هي الفري الكترونز، الديفيوجن كارنت الN دي بتبقى موجوده فين؟ جوه الN. تتحرك من فين لفين؟ قلنا في حاجه اسمها الديفيوجن كارنت. الديفيوجن كارنت بيتحرك الماجوريتي تشارج من المنطقه الاعلى كونسنتريشن للمنطقه الاقل كونسنتريشن. هنا دي اللي هي الN اللي هي الفري الكترونز، تتحرك من فين لفين؟ من الN للبي. السهم ده مرسوم صح ولا لا؟ اه. طب الهولز، الهولز موجوده فين؟ الهولز موجوده فين؟ موجوده في البي. تتحرك من فين لفين؟ من البي للN. اولا انا موصل توصيل ايه؟ فورورد. في التوصيل الفورورد اللي بيتحرك الديفيوجن كارنت. طب الديفيوجن كارنت ده عباره عن ايه؟ فري الكترونز وفري هولز. الفري الكترونز موجوده جوه الN تتحرك من الN للبي، والهولز بتتحرك من البي للN. خلي بالك هو بيقول لك ان A و B دولت اتنين تشارج مختلفين، فواحد فيهم نيجاتيف والتاني بوزيتيف، صح ولا لا؟ ففي الفورورد بايز
في ديفيوجن كارنت. ايه الديفيوجن كارنت بقى؟ حركه ايه الديفيوجن كارنت؟ يعني قول لي رد عليا. الديفيوجن كارنت حركه الماجوريتي تشارج. الفري الكترون بتتحرك من فين؟ من الان للبي. والفري هولز بتتحرك من فين؟ من البي للان. فدي هتكون صح. واحده بتقول لي طب لو كان ريفرس بايز، لو ريفرس بايز يا دكتوره مش هيبقى في كارنت ماشي خالص، كارنت يبقى بيساوي زيرو خالص، مفيش كهرباء ماشيه خالص لو كان ريفرس بايز. تمام؟ لا ما بيتحركوش في اتجاه بعض اكيد. يعني ازاي بيتحركوا في اتجاه بعض؟ هو الالكترونز والبوست بالاثنين بيتحركوا في نفس الدايركشن؟ ازاي يعني؟ الكترونز وهول، الكترون نيجاتيف والهول بوست، ازاي يتحركوا في نفس الدايركشن؟ طول ما عاملين عارفين اتجاه حركه الالكترون عكس اتجاه حركه البوست في تشارج، ازاي عاوزاهم يتحركوا في نفس الدايركشن؟ الالكتريك فيلد ملوش دعوه بقى، الالكتريك فيلد حاجه، الالكتريك فيلد اهو يا شباب ده البوزيتيف اين ودي النيجاتيف اين، ده اتجاه الالكتريك فيلد، وفوق ده اتجاه الالكتريك فيلد، ده حاجه ثانيه اللي انتوا بتتكلموا عليها. كويشن نمبر 17 بيقول وين موتور كويل، وين موتور كويل ستارت اتس روتيشن فروم مومنت ات ويتش اتس بلين ووز بارلل تو ماجنتيك فلكس. كويل كان بارلل فلكس، بدا الروتيشن وقعد يتحرك 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 لغايه وضع النورمال بوزيشن. بيقول لي بقى ايه الحاجه اللي في الاربعه دول بتقل جرادولي؟ كويل كان بارلل وبتاع الموتور وقعد يلف 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 لغايه وضع النورمال، ايه الحاجه اللي بتقل جرادولي؟ الحاجه اللي بتقل جرادولي ايه؟ تورك. هو الموتور ده يا جماعه مش سنتيفيك ايديا بتاعته ماجنتيك تورك. الكويل بارلل الماجنتيك تورك ماكسيمم، يفضل طول ما هو بيلف التورك يقل، التورك يقل، التورك يقل، عند وضع النورمال التورك زيرو، بس هو كونتينيو روتيت ديو تو اتس ايه؟ اتس انرشي. صح ولا لا؟ يبقى انت فكر، فكر ايه القصه؟ واحد بيقول لي الماجنتيك فلكس دينس بتقل. لا الماجنتيك فلكس دينس حضرتك ثابته، اللي بيقل ده اسمه فلكس. اللي بيقل ده اسمه فلكس، مش فلكس دينستي. اللي بيقل حاجه اسمها فلكس. كويشن نمبر 18. بص كده معايا هنا. لا اللي دايما ماكسيمم يا استاذه زينب الفورس، لكن التورك بيتغير. ده احنا يا عم لو معانا اقسم بالله ما لازم دي، لو معايا الملزمه دي اهي. بص تقول لك التورك دايما ماكسيمم اهي، ادي نوار بيقول لك شابتر 2. يا الله العظيم هتجيب لي نقطه، هتجيب لي نقطه. بص يا بنت نهار بيقول لك دي رقم 14، معلومه رقم 14 اهي كده في تشابتر 2. انا بقول لك اهو كده ايه التورك اهو بيتغير، وكاتب لك بقى التورك في الكويل وهو بارل التورك ماكسيم عند النورمال زيرو، وكاتب لك ان اللي اثناء الدوران التورك التورك بيتغير والثيتا بتتغير والنورمال ديستنس بتتغير، واللي ثابت هو الماجنتيك دايبول والفورس اللي بتاثر على اللينث سايد. تمام؟ ماشي. تعالوا بص كده معايا على الفيجر دوت، يلا فكروا كده معايا. Which of the following graphs represent the electric current اللي هيعدي في اللمبه ديت in the opposite circuit؟ انهي شكل من دول يعبر عن اتجاه الكرنت اللي مشي هنا؟ طبعا ده alternative current. بص هنعمل احنا ايه بقى؟ طبعا الله ربنا يبارك في الناس عمال تجاوب، بتجاوب صح ما شاء الله، يعني ما شاء الله اجابات كتيره 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 صح وشويه غلط، شويه صغيرين غلط. طيب بص يا عم، لو افترضنا الطرف ده بوزيتيف والطرف ده نيجاتيف، تمام؟ يلا هيمشي ازاي الكرنت؟ تعالى يا زياد، تعالى يا يوسف، تعالى يا يوسف، تعالى شوف معايا الكرنت ماشيه كده ماشيه كده ماشيه كده. يلا هنيجي عند النقطه دي، الكرنت هيمشي كده. ليه؟ لان الطرف ده فروع بياس، بعد كده مش هيعدي في الضد اللي تحت، هيمشي هنا كده بعدين ينزل كده، بيمشي في الدايود اللي بيخليه فروع بياس بس. خلاص انا لونت الكرنت باللون الايه؟ الاحمر.
ده كده النص سايكل الاولاني. النص سايكل الثاني تعال نشوف هيحصل فيها لو اللي بلون ازرق مثلا. يلا طبعا هيبقى الطرف اللي فوق هو اللي نيجاتيف واللي تحت هو اللي بوزيتيف لان الالتيف كرم بيغير البولاريتي بتاعت الجرافايت بروسس. يلا هنمشي بقى مع اللي تحت كده. يلا وانت ماشي كده كرم هتعدي في الضيوت ده عشان ده اللي هيخليها فورورد. ايوه ركز كده معايا بقى. الكهرباء اللي عدت في اللمبه عكس اتجاه الطريق الاحمر ولا في نفس اتجاه الطريق الاحمر؟ في نفس اتجاه الطريق الاحمر. بعدين كملت اللمبه عينك على اللمبه هتلاقي السهم الاحمر جاي من اليمين للشمال والسهم الازرق كمان جاي من اليمين للشمال. وده معناه ايه بقى؟ ان التو هاف سايكل بيعدوا في نفس الدايركشن كده. يبقى الاجابه هتكون بي. تمام؟ يبقى بتحددي على مزاجك مين البوزيتيف ومين النيجاتيف. اول مره تفترض اللي فوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف، ثاني مره غير يعني براحتك بمزاجك. يعني مش شرط تبداي اللي فوق او اللي تحت يا روان يا سامح. اعملي براحتك. تمام؟ هعملها ثاني. بصوا عليها ثاني. هعملها ثاني وبصوا عليها ثاني. خلاص؟ يلا. هبدا اهو معاكم. ادي واحده بوزيتيف وادي طرف نيجاتيف. الكهرباء بتمشي من فين؟ من عند البوست. تمام؟ يلا. ادي الكرنت اهو جه كده. هيمشي في الضيود اللي على اليمين الشمال؟ لا. هيمشي في الضيود اللي بيخليه فورورد باياس دوت. وقلنا الضيود اللي بيخليه فورورد باياس هو مين؟ هو الضيود اللي اتجاه السهم بتاعه في نفس اتجاه الكرنت وانت ماشي. تمام؟ يبقى يمشي كده. مش هيعدي في تحت، هيمشي كده. خلاص يلا الطريق الثاني اهو. هلاقوني باللون الاسود يبقى تحت هو اللي بوستد وفوق نيجاتيف. يبقى الكهرباء تمشي كده تمشي كده تمشي كده تمشي كده تمشي كده اهي عدت في اللمبه في نفس الاتجاه بعدين تمشي كده. خلاص يبقى كده يا اولاد الاجابه هتكون بي. طيب واحد يقول لي بقى انت اختار ايه؟ ايه ديت لما فيش كهرباء عدت خالص؟ ايه ده لما فيش كهرباء عدت يعني الكرنت ايكوال زيرو؟ طب انت اختار سي. اختار سي لو في نص سايكل عدت ونص التاني ما عداش خالص. اختار سي او دي. سي او دي ده في حاله لو في نص سايكل عدى ونص سايكل التاني ما عداش خالص، ما ليش اي طريق يمشي فيه خلاص، يبقى في كده نص سايكل عدت والتانيه لا. تمام؟ طبعا ازاي دي مش في الفيجر ده؟ في فيجرز تانيه موجوده عندنا في الملازم بتاعتنا احنا. افتحي ملازم مراجعتك حضرتك، تعمل لازم المراجعه بتاعتك. يعني مثلا فور اكزامبل بتسال ازاي انا عندي ادي كده اي سي كارنت تمام وعندي هنا ديود مثلا كده وعندي هنا ديود تاني. انا عاوز احطه بشكل تاني خالص. بي دوت يا جماعه متردد ما يكونش اي سي كارنت طالما الاتجاه هو هو، طالما اتجاه الكارنت يا جماعه ثابت في اللمبه ثابت في اللمبه. عارفين يا جماعه لو اتجاه الكارنت في اللمبه مرة جه كده ومرة جه كده يبقى ده الترنتيف كارنت كده. لكن اتجاه الكارنت اللي في اللمبة بتاعتك نص سايكل الأولاني ماشي كده ونص سايكل التاني ماشي نفس الاتجاه يبقى النصين حصل لهم ريكتيفيكيشن اسمه فول ويب ريكتيفيكيشن. تمام؟ ماشي. تعالوا كده بقى معايا هنا. لو نص سايكل عدت والتانية ما عرفتش تعدي يبقى يعدي نص والتانية لا. يبقى اسمها هاف ويب ريكتيفيكيشن. طيب. بصوا كده معايا على السؤال نمبر 19. ممكن في الاول نبص كده مين الديود الفورورد بايز مين ديود ريفرس بايز؟ في ديود ريفرس بايز واحد ولا اثنين؟ الريفرس بايز مين؟ واحد. حلو دي ما فيش كهرباء تعدي فيها. طب في اثنين بكام قيمه الكرنت اللي هتعدي؟ جيفن ذات ان الفولت بتاع الديود البوتنشال بارير بتاعت الديود 0.3 وانا قلت لكم ان البوتنشال بارير ده كانه بطاريه عكس البطاريه بتاعت البطاريه بتاعتك، كانك عندك بطاريتين عكس بعض.
دايما البوتنشال بارير مجهود تنقصه من فولت البطارية. فانا لما احب اجيب الكرنت اعمل 10 ماينس 0.3 على ار. ار بقى ليه مين؟ ب 50. يبقى يطلع معاك كام؟ 9.7 على 50. ماشي؟ ف 9.7 على 50 وطلع الاجابه بتاعتي بتساوي كام؟ دايما الديود هو في حاله فروه بياس. البوتنشال بارير بتاع الديود تنقصه من فولت البطاريه. طب لو في حاله ريفرس بياس، لو في حاله ريفرس بياس مفيش كارنت اساسا يا حبايب قلبي، فمفيش كارنت، الكارنت ايكوال زيرو. لكن في حاله الفورورد بياس وانا بجيب الكارنت اطرح فولت البطاريه ناقص فولت الديود. دايما عمرك ما هتجمعهم، عمرك ما هتجمعهم، دايما عكس بعض، اسمه بوتنشال بارير. فلما اجي اعمل طبعا الحسبه ديت اهي، هو طبعا هو قال الديود ذات نفسه عنده ريزيستنس، بوتنشال بارير دايود عنده كده، اند وين كونكتد اتس ريزيستنس 50 اوم. كمان الدايود عنده ريزيستنس 50 كمان. ماشي، الدايود عنده ريزيستنس 50 اوم وريزيستنس 50 اوم يبقى على 100 صح. اللي بتقول لي مش على 100، على 100 صح. ديفايدد 100. ديفايدد 100 ليه؟ لان الدايود عنده ريزيستنس 50 وفي ريزيستنس 50 كمان في السيركت، يبقى الاثنين دول سيريس نجمعهم على بعض. تمام. question 20. ما هي يا حبيب قلبي، هي 97 على اعملها كده على الكالكوليتر حضرتك انت تشوفها، يا ابو عز يا عبد عز اعملها على الكالكوليتر كده حضرتك، اعملها على الكالكوليتر عشان انت مش عاوز تتعب نفسك خالص. 0.97 divided 100 اعملها لسه كده على الكالكوليتر اهي، طلعت الاجابه. ماشي. question 20. rectangular coil of dimension 80 and 40 سنتيمتر. كده اجيب الاريا، ما انا لسه عاملها قدامك والله اهو. consists of 250 turn blazing uniform magnetic flux density 0.6 تسلا and carries electric current 4 امبير. في حد يا ماسر حمى بينا خالص يا استاذه عبد الله فهمي، يا عبد الله باشا، يا صديقي العزيز، خد بالك يا عبد الله ان هو قال لك ان الديود عنده ريزيستنس. يا عبد الله قال الديود ده عنده ريزيستنس يا عبد الله 50 اوم صح يا عبد الله؟ يبقى دي كانها ادي ار متوصلة سيريس مع ار تاني يا عبد الله. فانت اما تيجي تجيب الاي هتعمل ايه يا عبد الله؟ هتجيب الفي بتاعت البطارية ناقص فولت الديود، اي طلعت بكام؟ 9.7 ديفايدد ار ايكويفلنت 50 و50 سيريس، يبقوا 50 يا عبد الله يبقوا 100 يبقوا ب 100. ماشي؟ ما تقوليش بقى المفروض نعمل على 50 50، ده لما يكون في ار بس ب 50، لكن هو قال لي ان الديود عنده 50 اوم وهو في الفورورد بايس، دي معلومه هو اداها، قال الديود لوحده عنده 50 اوم وهو في الفورورد بايس. تمام؟ ماشي. question 20. بصوا كده بيقول لكم ايه يا شباب؟ ايوه صح. ايه اللي طالع معاك يا حبيبي ب 2.4؟ ايه اللي طالع معاك يا حبيبي ب 2.4؟ يا محمد ايه اللي طالع معاك ب 2.4؟ التورك؟ طب نحسب مع بعض يلا ونشوف عندك انت عملت ايه. دلوقتي بيقول لك ريكتانجلر كويل، ممكن عيدي تاني على الحسابات بتاعتك وانا بتكلم، عيدي تاني على حساباتك. ريكتانجلر كويل اداني الدايمنشن اللينس والويدث، واداني عدد اللفات، واداني ميتك فلكس دينستي، واداني الكرنت انتنستي، عاوز التورك لما يكون الكويل عامل انجل 60 مع الفيلد. طب انت خدتي الانجل بكام يا حبيبه الاول؟ الكويل عامل انجل 60، خدتيها ساين كام؟ ساين كام؟ خدتيها ساين 60؟ ساين 30. تمام، ساين 30. يبقى ادي التورك اهو، احسبي بيان ساين 30. البي معانا ولا مش معانا؟ ب 0.6 ملتبلاي الاي
ملتبلاي اللينس في الويتس في تمبا ونيتف 4. ليه ضربت في تمبا ونيتف 4؟ عشان دي سنتي في سنتي بقت سنتيمتر سكوير. في النمبر اوف ترن في ساين 30 طلعت معانا الاجابه ايه؟ 96 نيوتن دوت متر. تمام؟ واحده تقول لي ممكن ناخدها كوزاين 60. ممكن يا عم خديها كوزاين 60 ولا يهمك يا ضحى، خديها كوزاين 60. هي نفس الاجابه، هي ساين 30 بنص وكوزاين 6 بنص. تمام؟ انا قولي طالع 48. انا هحسبها على الكالكوليتر بتاعتي عشان اقل ايه 0.6. انا هحسبها 0.6 في 4 في 80 في 40 في 10 باور نيجاتيف 4 في ساين 30 زي ما هي. لو قال لي الانجل ما بين النورمال اوف كويل اند فيلد ناخدها زي ما هي. طلع شباب طالعه ب 96 عادي. 0.64 في 80 في 60 80 في 40 اسف. تمام طلعت 96. انا حسبتها ايه والارقام ما فيهاش اي حاجه يا شباب خالص. انا حسبتها الارقام زي الفل مفيش اي حاجه. انت اللي بتدوسوا حاجه غلط على الكتب بتاعتكم. فانا حسبتها ما فيهاش اي حاجه طلع 96 فولت النيوتن دوت متر صح. تمام عيدوا على حساباتكم. طيب كويشن 21 يلا. In the opposite figure. بص كان معايا فين الفيجر؟ أين الفيجر؟ أهو. ركزوا معايا بقى عشان هنا سأسكت قليلا. يلا. In the opposite figure, emit a rod. It's it penetrate through a perpendicular magnetic flux line with speed V. Emit a rod ماشي بيتحرك في الاتجاه ده بسرعة V. So an induced EMF is formed. الكون جواه induced EMF. If another rod of the same dimension يعني نفس الطول ركز كده نفس الطول made from material عنده resistivity اعلى غير resistivity بنفس الفيلوستي بتتحرك جوه نفس الفيلد يبقى الانديوز ام اف الالكتروموتيف فورس انكريز ديكريز ريمين ان تشينجد. ركز لي كده معايا بقى ركزوا معايا كده اما اشوف اما اشوف هتاخد على قفاك طخ كده طخ كده على قفاك ولا تمام. لا والله ولادي ما خدوش على قفاه والله العظيم ولادي ما خدوش على قفاه والله العظيم ولادي رجاله. ايوه صح انا تشينجت ولادي ما خدوش على قفاه يا ولادي ما خدش على قفاه انا تشينجت. تشينجت ليه يا عم؟ الانديوز ما في ايكوال بيلف صح. الراجل قال لك جبت واير تاني نفس الطول بنفس السرعه حركته ما بين نفس الماجنت. انا بشرح اهو نفس الطول نفس السرعه بيتحرك ما بين نفس الماجنت يبقى الانديوز ام اف يحصل لها ايه؟ هل الانديوز ام اف بتعتمد على الريزستيفتي ولا الكرنت؟ الكرنت. لو قال لي انديوز كرنت اخباره ايه؟ اللي عنده كرنت اللي عنده ريزستيفتي اقل يبقى عنده كرنت اعلى. اما الانديوز ام اف مالهاش دعوه بالار ليها دعوه بالبي وطول الواير وسرعه الواير. فقال لي انا جبت واير خليته يتحرك فكون فيه انديوز ماف. جبت واير تاني نفس الدايمنشن يعني نفس الطول اتحرك بنفس السرعه جوه ما بين نفس التو ماجنت يبقى بلف زي ما هي ما اتغيرتش بي وال وفي زي ما هم. يبقى الانديوز ماف اتغير ليه يا استاذه؟ اتغير؟ ما اتغيرش. تمام؟ يبقى هو ملوش دعوه بالكرنت ما بيتكلمش عن الكرنت خالص ما بيقولوش مين اعلى كرنت. طيب يلا كده معايا بقى السؤال اللي بعده 22. Military researches the design defense system for destroying hostile missing using laser beam.
انا يعني في نظام دفاع عندك، فانا بعمل في هذا النظام بتاع الدفاع بحط اشعه ليزر والكلام ده كله. ليه بقى؟ عشان عندها سرعه عاليه، عشان عندها عندك سبكترال بيوريتي، سكاترد انتنستي عندها بيكوز الانتنستي والباراليزم. هي الإجابة دي يا شباب، طبعا الإجابة دي هي الصح، الإجابة دي هي الصح. لو لقيت في الموديل أنسر بتاعك تقريبا كان محطوطة بي، لا مش صح. الإجابة صح عشان هي نظام كلمة دستروي. دستروي دي حاجتين، تدمير، تدمير للشدة عندها انتنسي عالية، باراليزم بارالل فبنقدر ننشن بيها عندك كويس جدا. فيبقى الإجابة هنا الانتنسي والباراليزم هي اللي بتديها عندك صفة الاستخدام في الميليتري فيلد. ليه مش سي؟ سي ايه؟ ايه بيم سكاترنج دي؟ ملهاش دعوة خالص، تمام؟ بيم سكاترنج دي يعني ما بتتشتتش، ملهاش دعوة خالص في نظام الحرب يعني. المهم عندنا الانتنستي، سبكترال بيوريتي يعني مونوكروماتيك، سنجل ويفلينس. سنجل ويفلينس ما تدلش، ما مش هي اللي مديها القوه يعني. طيب كويشن، احنا هو لو في اي حاجه غلط هبان واحنا بنحل معاكي، فانت صلحي الحاجه اللي انا قلت عليها غلط، هي غلطه واحده دلوقتي. طيب كويشن 23، ماشي يا لا 22، ماشي يلا كده معايا بقى 23. ها وريني كده تفكيركم ايه يا شباب. بيقول لنا in the opposite figure two parallel straight wire are not carrying electric current then compass is placed at point x and when I1 equal 2 ampere بس the first wire the needle deflect in a certain direction and when another electric current I2 passed in the second wire the compass needle return back to its original position. كلمة return back to its original position معناها رجعت كأن ما فيش magnetic field، رجعت وكأنه لا يوجد magnetic field. يعني ده معناه انها منطقة ايه؟ منطقة neutral point. طب معلش كده neutral point وهي موجودة في النص صح؟ امتى تبقى النص دي منطقه نيوترال بوينت؟ لو اي 1 واي 2 قد بعض، اي 1 ب 2 امبير يبقى لازم يكون اي 2 ب 2 امبير، ويكون ان ذا سيم دايركشن، يكونوا ان ذا سيم دايركشن عشان في النص منطقه ماينس، فيبقى الاجابه بي وليست دي. الاختيار دي ده غلط. ليه؟ لان عشان يتكون في النص نيوترال بوينت لازم يكون الكرنت ان ذا سيم دايركشن ويكونوا قد بعض. فاي 1 ب 2 امبير يبقى برضو I2 equal كام؟ 2 أمبير عشان يكنسلوا بعض. يلا question number 24 in which the following figure the potential difference across 4 ohm equal 4 volt. هيطلع معانا figure B. ليه؟ جرب الإجابة تطلع figure B. أنا جربت الفولت بتاع figure B بيساوي I في R equivalent. R equivalent اللي هي بتساوي كام؟ 4 في 2 8 على 6، 3 في 8 ب 24، 24 على 6 تطلع 4. تمام؟ فهو هنجرب فيطلع الاجابه هتطلع مين؟ بي. السؤال اللي بعده 25. Conducting wire which reshape as the opposite figure. السؤال ده جامد. تمام؟ A conducting wire which reshaped as the opposite figure is placed at the plane of the page. That perpendicular to plane of the magnetic field. If the intensity of the magnetic flux increases in constant rate, then the direction of induced current in two sides A, B, and C, D هيبقى ماشي ازاي؟ جدع يا شهد. جدع يا هدى. هقولي مين جدع تاني؟ هاجر جدع. ها حد تاني واحدة جدع؟ عندي اتنين جدع وأقول إجابة. يومنا ممتاز، سما ممتاز، روان ممتاز.
شاهد ممتاز ما شاء الله حبيبه مريم الله 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 يا عبد الله تعال بقى كده معايا هقول اجابات دلوقتي بيقول لك الفلكس بيزيد في الجنب ده لما الفلكس بيزيد هيتكون هيديك فيلد او وهنا برضه هيتكون في بص هنمسك مثلث الصغير ومثلث الكبير في المثلث الصغير هيتكون ماجنتيك فيلد او فماشي الكهرباء ازاي انتي كلوك وايز كده حلو في المثلث الصغير برضو ماشي هيتكون ماجنتيك فيلد او فماشي الكهرباء ايه انتي كلوك وايز كده ثانيه واحده كده يبقى في اتنين كارنت عكس بعض مين هيمشي كلمته المثلث الكبير اقوى من المثلث الصغير لان الاريا بتاعته اكبر فالانديوز كارنت بتاعه اكبر فكان جاب بطاريتين عكس بعض مين اللي هتسيطر الكبيره هي اللي هتمشي كلمتها فيبقى الكهرباء تروح ماشيه كده ومشيها الكهرباء كده في ثانيه واحده كده بقى ايه يبقى الكهرباء هنا ماشيه من فيلد فين من دي ل سي وهنا ماشيه من فيلد فين من بي ل اي فالاختيار الصح يبقى مين اي ماشيه من بي ل اي وماشيه من دي ل سي تمام الاختيار ده ادي ماشيه من بي ل اي وماشيه من سي تو دي يبقى تاني بص تاني هقولها تاني مره واحده شاهدها تالت بص معايا هنمسك اول حاجه المثلث الكبير حلو الفلكس اللي جواه زاد فيكون ماجنتيك فيلد او الاكس لما بتزيد بيتكون باك بيعمل فيلد عكس اللي موجود حلو الكهرباء هتمشي ازاي انتي كلوك وايز انتي كلوك وايز خلاص كده انت عملت المثلث الكبير تمام يلا امسك المثلث الصغير لا مش هينفع نحلها لما نعدل الشكل مش هينفع نحلها بتعديل الشكل مش هينفع اشتغل عليها وهي كده ما تعدلش شكلها المثلث الصغير ها اكس بيزيد هيتكون او يلا ماشي الكرنت جواها يلا ماشي الكرنت او هيعمل الكهرباء انتي كلوك وايز انتي كلوك وايز يبقى كده كده انت عندك الاثنين كرنت الاحمر والازرق عكس بعض مين الاقوى مين يمشي كلمته الاحمر اللي يمشي كلمته عشان هو الاقوى هو ايه اللي عارفك هو الاكبر الاريا الاكبر تدي انديوز ام اف اكبر تدي كرنت اكبر طب يبقى يلا يبقى الكهرباء تمشي مع الطريق الاحمر الطريق الاحمر هو الاقوى الكرنت هيمشي كده راح منزل الكهرباء كده راح مطلعها فوق كده منزلها كده يبقى الكبير اللي هيمشي كلمته على الصغير فيبقى الكهرباء هنا مشت من فين لفين من دي الى سي وهنا مشت من فين لفين من بي الى اي فيبقى الاجابه الصح الكلام ده كله مثلثين قد بعض مفيش كهرباء تتكون لو مثلثين قد بعض وعكس بعض يبقى التوتال كرنت بزيرو طبعا مش عايز الفكاكه دي يا عم يوسف يلا كويشن 26 When current of frequency F1 passing through certain induction coil of negligible ohmic resistance, then inductive reactant of the coil become 15 ohm. And when current frequency increased by 20 hertz, خلي بالك قال لك الفريكونسي زادت by 20 hertz. Then inductive reactant become 25 ohm. يبقى انا معايا XL1 ومعايا XL2. بيقول لي يبقى F2 بكام؟ طيب كلنا عارفين ان اكس ال بتساوي 2 باي اف ال يعني اكس ال مع الفريكونسي دايركت يعني اكس ال 1 على اكس ال 2 ايكوال اف 1 على اف 2 اف 1 سيبها زي ما هي اف 1 اف 2 بتساوي ايه بقى؟ بتساوي اف 1 زائد 20 عملت كروس ملتبليكيشن جبت اف 1 30 هو عاوز بقى اف 2 بكام؟ اف 2 بتساوي اف 1 زائد 20 فتطلع الاجابه كام؟ 50 هرتز يا عيال اجابتها عندك 50 من بدري عمال تقول الاجابات الله ينور عليك. عند 30 هناخد بريك 5 دقايق، عند كويشن 30 هناخد بريك 5 دقايق. كويشن نمبر 27 In the opposite electric circuit, if the effective intensity of the current that passes through resistance R is maximum value, then capacitive reactant equal كام؟ تعال نشوف بس كده. معلش السيركت اللي المفروض كانت تظهر الاول معلش الاجابه طلعت على طول. اولا ايه الجمله دي؟ دي دايره ار ال سي صح؟ بيقول لك اذا كان الكرنت اللي بيعدي في الار ده الماكسيمم فاليو يبقى دي دايره في حاله ايه؟ دي دايره في حاله ايه؟
ريزونانس ريزونانس يا باشا ريزونانس يا جميل. انا عاوز اعرف قيمه السي بكام، يبقى ساعتها اعوض بالقانون بقى اف ايكوال 1 على 2 باي سكوير روت ال سي. طالما انا عاوز اجيب حاجه من تحت روت اعمل سكويرنج في البوث سايد، يبقى كده اقول ايه اف سكوير ايكوال 1 على 2 باي 1 على 4 باي سكوير ال سي، يبقى السي هتساوي 1 على 4 باي سكوير اف سكوير في ال. معاك كل حاجه هتعوض هتطلع قيمه السي بتاعتك بكام. لكن يا شباب ما هو عرفت منين ريزونانس؟ لما قال لي ان الريزيستنس ار بيعدي فيها ماكسيمم فاليو اوف كارنت. مش ما حاله الريزونانس اي ماكس الاي بتبقى ماكسيمم، الامبيدنس بتبقى مينيمم، فولت التوتال قد فولت السورس، الفريكوانسي بتاعت السيركت قد فريكوانسي السورس، الفيز انجل بزيرو، اكس ال قد اكس سي، في ال قد في سي، اي جمله من دول يقولها يبقى دي حاله ريزونانس على طول. هو بيلمح بكلمه يقول لك ده الكرنت اللي بيعدي في الار ده الماكسيمم. الكرنت بيعدي في الار ماكسيمم يبقى الامبيدنس مينيمم، خلاص يبقى دي حاله ريزونانس. المايكرو يتضرب في التمبا ونكتب 6 طبعا. طيب كويشن 28، تو كاباسيتورز اوف كاباسيتانس سي 1 وسي 2 وسي 1 اكبر من سي 2 اتوصلوا توصيل مين؟ سيريس. وانا قلت لك خلي بالك من المعلومات المهمه بتاعت السنه دي عشان ما تتضربش على قفاك. لما سي 1 تبقى اكبر من سي 2 متوصلين توصيل سيريس، توصيل السيريس الكيو ثابته والسي مع الفي علاقه انفرس، صح؟ السي بتساوي كيو على في، الكيو ثابته في التوصيل السيريس والسي مع الفي علاقه انفرس. فطالما سي 1 اكبر من سي 2 يبقى في 1 اصغر من في 2، فيبقى الاجابه بي زي ما انت قلت. برافو عليكم. كويشن 29، هيليوم نيون ليزر موجوده في انهي ريجن؟ الليزر بتاع الهيليوم نيون موجود في انهي ريجن؟ ها ايوه بتشاف ده لونه احمر في الفيزبل ريجن. الهيليوم نيون ليزر موجود في منطقه الفيزبل ريجن بنشوفه ولونه احمر كمان. كويشن 30 يلا في السؤال هنا ان ذا اوبزيت فيجر، يلا وريني كده تفكيركم الاول قبل ما اجاوب، وريني تفكيركم قبل ما احط الاجابه. يلا كله يفكر كله يفكر، يلا ما ننامش ما ننامش. كده عدى ساعة علينا، كده عدى علينا ساعة في الامتحان، خلصنا نص الامتحان، عدى علينا ساعة الحمد لله. دي برافو عليكم. كل العيال لا في حد قال بي ده غلط. أولا احنا لما نقفل المفتاح دلوقتي الكرنت هيمشي كده 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 كده، ده اتجاه الكرنت صح؟ احط صوابعي كده لتحت، صباعك ده مكان النورث، يبقى النورث هيبقى هنا والساوث هنا. ركز بقى معايا كده يا حبيب قلبي، ركزي معايا يا حبيبتي. هو انت لما بتقفلي المفتاح مش الكرنت بيزيد والفلكس بيزيد؟ هيتكون باك، الباك عاوز يعمل ريبالجن مع الماجنت، هنا اتكون عندك نورث بول، يبقى هنا هيتكون ايه؟ نورث برضه، صح ولا لا؟ يبقى كيو اكيد هتعمل نورث، عشان نورث عاوزه احنا عاوزين نقلل الفلكس عشان الكرنت بيزيد فيحصل ريبالجن. حط صباعك على النورث وفرد صباعك لفوق. هل اتجاه الانديوزد كرنت في السكندري كويل نفس اتجاه الانديوزد كرنت في البرايمر ولا عكسه؟ هنا الاسهم لتحت، هنا الاسهم لفوق. فالاجابه الترمينال كيو هتبقى نورث بول، واتجاه الكرنت في كويل 2 ان اوبزيت دايركشن تو سيركت 1. لحظه ما بنقفل المفتاح يا يمنى بيزيد الفلكس مش بيقل يا استاذه يمنى، لكن لحظه ما افتح المفتاح الفلكس يقل، اقفل فلكس يزيد يا استاذه يمنى. طيب سؤال كمان، سؤال كمان، سؤال كمان، ناخد البريك. ان هيدروجين اتوم اف نيو 1 هو المينيمم فريكوانسي ان باشن سيرس ونيو 2 ده المينيمم فريكوانسي في بالمر سيرس، يبقى الريشيو ما بين نيو 1 على نيو 2 كام؟ مينيمم انرجي
مينيمم فريكوانسي يعني مينيمم انرجي، اقل انرجي في باشن لما اجي من كام لكام؟ اقل انرجي في باشن لما اجي من 4 ل 3 يبقى اقل فريكوانسي يعني اقل انرجي تساوي اي 4 ماينس اي 3، واقل انرجي في بالمر من 3 ل 2 صح ولا لا؟ طيب عاوز ريشيو بقى، يبقى ناخد كده ايكويشن 1 ديفايدد ايكويشن 2 كده h نيو 1 على h نيو 2 ايكوال اي 4 ماينس اي 3 على اس 3 ماينس اي 2. فك بقى كل واحده من الانرجي دي، اي 4 تتفك ايه؟ نيجاتيف 13.6 على n باور 2 اللي هي 4 باور 2، اي 3 نيجاتيف 13.6 على 3 باور 2 ديفايدد نيجاتيف 13.6 على 3 باور 2 ماينس نيجاتيف 13.6 على 2 باور 2. هتعملها على الكالكوليتر يا فندم، على الكالكوليتر يطلع الاجابه 7 على 20، على الكالكوليتر هعملها يطلع الاجابه 7 ديفايدد 20 فيبقى الاجابه ايه؟ صح يا يومنا القاضي من زمان، يومنا القاضي من زمان جايبها 32. عشان ناخد البريك ونقوم بقى 32 ناخد البريك، يلا كده معايا يلا هناخد البريك بعد 32 بجد بجد اه بجد ماشي سبتني. طب ليه؟ طب يلا خليك معايا، اوعى تسيبني بعد اذنك. طيب ها يقول لك in the opposite figure a part of a straight long wire bent the wire كبير تنناه على شكل ربع ترن اللي انت شايفها قدامك دي، يعني عدد الترنز بكام؟ النمبر اوف ترنز بكام؟ كوارتر. وكان الكرنت انتنس اللي بيعدي اي ماجنتيك فلكس دنس ايكوال كام بقى؟ تيجي نكتب القانون ونشوف، يلا نكتب B equal mu n i على 2r، يلا B equal mu n بربع والi سيبها i على 2r، الاربعة تنزل تضرب في الاثنين تبقى 8، فيبقى الإجابة إيه؟ mu i over 8r. والله كلام عبيط، والله كلام عبيط، تظنها صعبة وهي سهلة، تظنها صعبة وهي سهلة. يلا بريك بقى دلوقتي وكام؟ ها ونص، نعود مرة أخرى ونص، خلاص هنعود 11 ونص، اعمل ستوب ريكوردينج بوز ريكوردينج. طيب يلا بدأنا نحل، يلا يلا اوبز جراف ريبريزنت ذا فاريشن اوف ذا ماجنتيك فلكس ثرو كويل ذات كونسيست 150 تيرنز وير ات كونكتد ان كلوزد سيركت اوف ريزيستنس 5 اوم اند روتيت وذ كونستانت انجلر فيلوستي اوميجا ان ماجنتيك فيلد وذ ريسبكت تو ذا تايم ذن ذا افريج انديوز ام اف. خلي بالك عاوز الافريج انديوز ام اف خلال زمن 2.5 سكند تو 5 ملي سكند ديورنج انترفال من زمن 2.5 ل 5. يلا بقى كده معايا، هو من 2.5 ل 5 يعني ده ايه؟ ده ربع لف، دي افريج انديوز ميف بتاعت ربع لف. طيب اولا الافريج انديوز ميف بتاعنا هو عاوز الافريج انديوز كارنت طبعا بتساوي اي ميف على ار. طب الاي ميف بتساوي ايه؟ بتساوي ما الافريج انتنستي يعني عاوز الافريج كارنت، اجيب الافريج انديوز ميف واقسمها على الار. الافريج انديوز ميف في نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي، انا اجيب الام اف الاول بعد كده اجيب منه الكرنت. الام اف ان دلتا فاي بقى دلتا فاي اللي هي ايه؟ انت كنت عندك هنا فاي 1 ب 0 وهنا فاي 2 ب 4 في 10 بوينت 5، يبقى 4 في 10 بوينت 5 تبقى الاجابه على دلتا تي من هنا لغايه هنا التايم بتاعنا من هنا لغايه هنا من 2.5 لغايه 5 تطلع 2.5 مللي سكند، 5 ناقص 2.5 يعني 2.5 مللي سكند. حسبت طلعت 2.4 فولت. انا عاوز اجيب الانديوسد كارنت انتنستي الافريج انتنستي يعني افريج كارنت انتنستي، فانا جبت الافريج انديوز ماف ديفايدد ار تطلع الاجابه 0.48 امبير. السؤال اللي بعده ايوه بي، يلا 34
In the opposite figure, an electric transformer has efficiency 96%. It's a secondary coil connected to electric bulb. The power بتاعه 36 watt. Work on potential difference 24 volt. Then input power at primary equal كام؟ حضرتك طبعا انت عارف ان الافشنسي بتساوي باور البرايمري على باور السكند. الافشنسي بتساوي باور السكندري على باور البرايمري. يبقى انا كده اقدر اعمل ايه؟ اجيب باور البرايمري اقول باور السكندري ديفايدد الافشنسي. خلاص؟ واخلص المساله بتاعتي باور السكندري اللي هي 36 على الافشنسي اللي هي 96 اوفر 100 تطلع الاجابه 37.5 وات. تمام؟ السؤال اللي بعده 35. ها كلها مع 35. The opposite graph represents the variation of maximum induced EMF and the number of turns. واداني بقى شويه معلومات. اداني البي واداني الاوميجا 100 راديان بير سكند. And then الاريا ايكوال كام؟ طب يا ولاد يا حبايبي هو ام اف ماكسيمم وان يطلع الستوب ايكوال ايه؟ اي بي اوميجا. ستوب ايكوال اي بي اوميجا. طب انا عاوز اجيب الاريا، اجيب الستوب واعمله ديفايد بي اوميجا. انا مديك اوميجا اهي ومديك البي اهي، يبقى اخد الستوب اللي هو 150 ديفايد 30 كده جبت الستوب، واعمله ديفايدد البي اوميجا خلص كده المساله، وطلعت الاريا بتاعتي بتساوي كام، والاريا طلعت دي زي ما انت قلت شطار. يلا 36 بيقول لي في السؤال هنا ايه؟ If the radius of the first orbit in hydrogen atom دي زي اللي انا حليتها النهارده في اللايف بتاع الوزاره. Then the speed of the electron in this level approximately equal كام؟ اه هناك كان بيقول لي الويف لينث بس ايكوال كام؟ هنا طلب سؤال زياده. يعني في اللايف بتاع الوزاره النهارده اللي كانوا طالب كان ادوا كان ادى الويف لينس بتاع الفيرست انرجي ليفل ادى الراديوس وطلب الويف لينس، هنا بقى طالب الفيلوستي. طبعا انت عارف كلنا قانون 2 باي ار ايكوال ان لامدا، ان بواحد والراديوس معانا، مين هقدر اطلع اللامدا بتاعتك ولا لا؟ اللامدا هتساوي 2 باي ار، طبعا الانجستروم هضرب في 10 باي ونت في 10. بعد ما اجيب اللامدا اجيب الفيلوستي منين بقى؟ اللامدا ايكوال اتش على ام في، صح ولا لا؟ مين هطلع الفيلوستي بتاعتي ايكوال كام؟ اللامدا ايكوال اتش على ام في، يبقى الفيلوستي اتش على ام لامدا، يطلع الاجابه از ايه؟ تمام. كويشن 37 ذا اوبزيت فيجر ريبريزنت ستراكشر اوف يوني دايركشن اوف الكتريك كرنت داينامو، ذن مين الكومبوننت ريسبونسبل فور ميكينج ريكتيفيكيشن فور ذا كرنت؟ ها مين يا جماعه الكومبوننت اللي بيعمل ريكتيفيكيشن؟ انهي اجابه من دول صح؟ ليه اجابه رقم كام؟ ايوه كومبوننت 3 صح، اللي هي اجابه تبقى نمبر 3 سي صح، لان الكومبوننت عندك 3 هو اللي بيعمل ده الكوميتيتور، ده اللي بيعمل ريكتيفيكيشن. كويشن 38 السؤال هنا بيقول لنا if the concentration of hole in pure silicon كذا، ده مين ده بقى؟ الجيفن ده مين؟ concentration hole في البيور سيليكون ده مين ده؟ اه اللي قال ان اي صح، اللي عمال يقول لي ان دونر وبي ده غلط. الكونسنتريشن بتاع الفري الكترون او الهول في البيور سيمي كوندكتور ده اسمه ان اي. ركز انت وهي. الكونسنتريشن بتاع الهولز او الفري الكترون في البيور ده اسمه ان اي. كده مدينا ان اي. And the concentration after adding some impurities بتساوي 10 باور 9. Then الكونسنتريشن بتاع الفري الكترون في الدوبد كريستال ايكوال كام؟ خلي بالك كده معايا. ده تركيز اول واحد ده اسمه ان اي. ده تركيز الهول في الدوبد كريستال. فهو عاوز اول حاجه تركيز الفري الكترون في الدوبد كريستال بكام؟ طبعا القانون ايه؟ بي ان ايكوال ان اي سكوير، فيبقى ال ان ايكوال ان اي سكوير على ان على بي اس ان اي اللي هي 10 باور 11
باور 2 على الهول 10 باور كام؟ 9. فيطلع ايكوال كام ديت؟ باور 2 معلش يا جماعه كده بس عاوز اتاكد بس من الاجابه على 10 باور 9 فيطلع الانسر 10 باور 13. حلو هيطلع الانسر 10 باور 13. واضح جدا جدا ان تركيز الالكترون اكبر من تركيز الهول، الان اكتر من البي صح؟ الان اكتر من البي، يبقى ده معناه ان النوع الامبيورتيز اللي انا ضفته بنتا فيلنت ولا تراي فيلنت؟ انا ضفت اكيد بنتا فيلنت. طب يبقى بنتا فيلنت هو يا انتوموني يا فوسفرس. طبعا الفوسفرس هي اجابه صح والانتوموني اجابه صح، بس هتلاقي بقى تركيز الفري الكترون في الايه هي اللي صح بس. فيبقى الإجابة هتكون مين؟ هتكون إيه؟ الإجابة هتكون إيه؟ يبقى أنا ضفت أنتوموني أو فوسفوس. من ياسر يقفل الماي الكاميرا. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عرفنا من فوق ده إن ده منين بي؟ بص بص أنت ما قالتش السؤال يا عبد الرحمن يا رضا جميل يا حبيب قلبي، ما قالتش السؤال كويس. اقرأ كده عبد الرحمن يا حبيبي. If the concentration of A of hole in pure silicon بكذا، ده يبقى اسم النقاي. And the concentration بتاع مين برضو؟ بتاع الهول، بتاع الهول برضو. في الكريستلايه بعد ما حطينا دوبنج، تركيز الهول بعد ما عملنا دوبنج بشويه امبيورتيز 10 باور 9. تركيز الهول في البيور سيليكون اسمه قلنا اي. لكن تركيز الهول في الامبيور اسمه بي. انا معايا ان اي ومعايا بي. عاوز تركيز بقى مين؟ الالكترون يا عبد الرحمن، فاشتغلت. تمام؟ يلا بينا. كويشن 39. The opposite graph represent relation between instantaneous value of the current and the dynamo through half cycle. Then the effective value of AC current equal كام؟ اظن السؤال سهل صح؟ ليه؟ لان دي اي ايه؟ دي اي ماكسيمم على طول، دي اللي عند البيك دي اي ماكسيمم، خدها واضربها في 0.707 على طول. اي ماكسيمم في ساين 45 على طول. تطلع 5.66. اجابه مباشره والسؤال ما فيهوش لف ودوران كتير. كويشن 40. Using the opposite circuit, the intensity of the current which passing through the battery equal كام؟ السؤال جامد. اولا الخمسه مع الخمسه دول يا شباب نخلص منهم الاول. بارلل ب 2.5 تبقى عامله كده. ادي خمسه. ودي كده تبقى 2.5 وادي 5. ها نعمل ايه؟ ناخد الخمسه، الخمسه دي مع الخمسه دي بارلل تبقى ب 2.5. 2.5 هتبقى سيريس مع ال 2.5 في بار ايكوفلنت كلها كده بكام؟ 5. 5 مع الخمسه بارلل سيريس مع ال 2.5 فيطلع كله ب 5 اوم. الكرنت اللي ماشي بقى بكام؟ في بي 12.5 على ايكوفلنت 5 بلس 1 على 1.25 يبقى ادي كده عندنا 12.5 ديفايدد 6.25 فيطلع الانسر ايكوال 2 امبير. واحد بيقول لي ليه الخمسه والخمسه دول مش سيريس؟ اقول له سيريس بس ازاي يا حبيبي؟ يعني سيريس ازاي؟ يعني الكهرباء لو جت كده واتقسمت اهي، اتقسمت اهي. تمام؟ لو انت حتى هل الكهرباء، هل الكرنت اللي مشي هنا هو الكرنت اللي مشي هنا؟ انت شايف كده يعني؟ لا طبعا، ما هو الكرنت هنا متقسم على الخمستين، متقسم هو في الخمستين اتقسم بعدين اتجمع هنا تاني. فالخمستين دول وضعهم ايه مع بعض؟ بارلل. بعدين حضرتك يعني يا شباب اعملي بوينتنج، اعمل بوينتنج وشوف اتفرج. فلما تيجي تعمل بوينتنج هيبان لك مين سيريس ومين بارلل. تمام اهو بص كده معايا، ادي واحد 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 واحد، بعدين يبقى هنا ايه؟ 2 2 3 يبقى الخمسه والخمسه دي ما بين 2 و3 اهي. خمسه وخمسه دي ما بين 2 و3، 2 و3 يبقى دول بارل ولا مش بارل؟ بارل. طيب يلا بينا. كويشن نمبر 41. مفيش مشكله يا يوسف، يا مريم، يا منصور، مفيش مشكله. كويشن نمبر 41. The intensity of the electric current that passing through induction coil changed by rate 20 امبير بير سكند.
an electromotive force 5 volt is formed. يبقى self inductance coefficient بكام؟ ايه القانون؟ الانديوزم اف ايكوال نيجاتيف ال دلتا اي على دلتا تي. يبقى اضرب الانديوزم اف او اقسم الانديوزم اف على دلتا اي على دلتا تي يطلع الرقم الموجود قدامك ده. تاني الانديوزم اف نيجاتيف ال دلتا اي على دلتا تي. انا مديك دلتا اي على دلتا تي ومدي الانديوزم اف وعاوز السلف. اعمل ده ديفايدد ده. الانديوزم اف بكام؟ ب 5 ديفايدد دلتا اي على دلتا تي يعني ديفايدد 20. 5 ديفايدد 20 يدي 0.25 هنري. فالاجابه تبقى دي. برافو. كويشن 42. جروب اوف ايكوال ريزيستور ار كونكتد ان سيريز سو ذير ايكويفالنت ريزيستنس بيكام 100 اوم. ايكوال ريزيستنس يعني توصلوا سيريز يعني ان اف ار ايكوال 100. كده نقدر نقول ان الان ايكوال 100 على ار. خليها في جيبك يا واد هتعوزها كمان شويه. اند وين ذي ار كونكتد ان بارلل كان الايكويفالنت ريزيستنس ب 4 اوم. يعني ايه بقى كده معايا؟ يعني ار على ان ايكوال 4 اوم. هشيل ان اللي تحت دي واكتب بدلها 100 اوفر ار سبستيوشن. يعني ادي ار ديفايدد 100 على ار ايكوال 4. ها الصوت كده تمام؟ الصوت تمام كده يا شباب؟ طيب الار تطلع فوق كده ار في ار تبقى ار سكوير ايكوال 4 ملتبلاي 100 يعني 400. يبقى الار ايكوال كام؟ سكوير روت لل 400 فتطلع ايكوال 20. هو عاوز يعرف الريستنس بكام فانا طلعت الريستنس ايكوال كام؟ 20 اوم. تمام. السؤال اللي بعده يلا 43. يلا حبيبي معايا حبيبي محمد بنت جدعه وكلكم جدعان ما شاء الله عليكم ربنا يديكم الصحه يا رب. يلا الكتريك سيركت كونتين موفينج كويل جالفانوميتر هوز بوينتر هاز ديفليكت تو ذا اند اوف ذا سكيل ذن وين اتس كويل كونكتد بارلل مع شنط ب 2 اوم البوينتر ديفليكت تو كوارتر اتس سكيل سو ريزيستنس اوف جالفانوميتر ار جي ايكوال كام؟ ايوه يعني هو دلوقتي بيقول لي لما انا وصلت شنط البوينتر ديفليكت لربع السكيل وده معناه ان اي جي ربع اي يعني اي بتساوي 4 من اي جي اي بتساوي 4 من اي جي لما الاي بتساوي 4 من اي جي فيبقى ار اس ايكوال ار جي ناقص 1 انا ار اس مديها ب 2 تبقى ار جي هتساوي 3 في 2 يبقى ايكوال كام اوم؟ 6 اوم. وانتوا جايبين الاجابه من بدري ب 6 اوم الله ينور عليك. كويشن 44 the opposite figure show a meter scale equal division باستخدام الداتا اللي موجود قدامك ده قول لي الاوميتر ريزيستنس بكام؟ يلا مين جدع يقول لي هي الاي اللي قدام الار اكس دي بكام؟ الاي اللي هنا عباره عن ايه؟ ربع اي جي صح؟ يبقى ار اكس دي بتساوي ايه؟ 3 ار ديفايز. طب لما هو مدينا ار اكس ب 12 كيلو اوم ايكوال 3 من ار ديفايز يبقى ار ديفايز اللي هي ار اوميتر كده بقى ار اوميتر ايكوال كام؟ 12000 على 3 يبقى 4000. فاهم الاجابه يا كومبي؟ السؤال اللي بعده كويشن 45 اذا الريزستيفيتي بتاعت الكبر بالرقم الموجود قدامك ده then which of the following wire represent the copper wire of cross section area 10 ملم سكوير حضرتك هتجربه يعني انا لازم هجرب يعني ايه يعني ايه هجرب انا معايا ريزستيفيتي صح انا معايا ريزستيفيتي صح ولا لا ماشي يبقى انا هعمل ايه؟ الريزستيفيتي المفروض بتساوي ايه؟ رال. فانا هجرب مين يدينا مين اللي يطلع لك الاجابه 1.8 في 10 مولين في 8 فهم معايا الاريا دي يبقى انت معاك اريا فانا جربت اللينس بتاع بي
مع ريزيستنس بتاع بي ومع الاريا تطلع الاجابه مظبوطه. معلش هو النت شغال كويس؟ حد بيقرب من ناحيته؟ حد بيشغل عليه؟ شغال عليه؟ لا شيء خالص، لعب من عليه خالص. كل سامع الصوت يا شباب؟ اه سامعين الصوت كده؟ بيقطع؟ ثانية واحدة يا شباب، ثانية واحدة. ها شباب كده الصوت كويس؟ ها كده بقى كويس؟ طيب احنا في question number 45 بنقول احنا كل اللي بنعمله هنجرب، احنا معانا resistivity، هنجرب اللينس والريزيستنس مع الاريا ونشوف مين اللي طلع عليها الناتج 1.8 في 10 8. فطلعت معانا الاجابه هتكون بي، تمام؟ فاحنا هنجرب تجربه، تمام؟ مين الدكتوره بتقول ما فهمتش اللي فات ده 44؟ مين اللي كانت بتقول ما فهمتهوش؟ مين ريم ولا مين اللي كانت بتقول ما فهمتهوش؟ برضه النت عمال يقطع برضه. ممكن يا جماعة ثانية واحدة؟ طيب يا شباب سامعين صوت؟ طب معايا مين ريم اللي كانت بتقول عندها مشكله في الصوت ده في السؤال ده؟ ريم فهمتي خلاص؟ طيب ماشي. طيب كويشن نمبر 45، انا معايا ريزستيفتي يا شباب ومعايا اريا، بيقول لك انهي بقى شكل من دول، انهي لينس وريزستنس من دول صح؟ مين دولت؟ انا هجرب يا جماعه، هجرب الريزستيفتي، انا معايا القيمه بتاعتها، هجرب انا بقى. ادي القانون رال، الاريا معايا اللي هي 10 مليمتر سكوير، 10 تضرب في 10 في 6 طبعا، المليمتر في 10 في 3، مليمتر سكوير تضرب في 10 في 6. الارم هنجرب بقى، هنجرب كل ارم من دول مع اللينس بتاعها. فجربت طلعت الاجابه بي. اجرب عشان تديك الرقم ده. 1.8 في 10 في كام؟ 8. طب كويشن نمبر 46، هو ما فيهوش يعني اي حاجه مهمه، يعني في تريكايه. طيب السؤال اللي جاي، كاباستور اوف كاباستنس 100 over 9 microfarad connected with ohmic resistance for 100 ohm and AC source of frequency 150 over pi. Then impedance of the circuit equal k. طب انا معايا السي بتاعتي، الاول اجيب اكس سي واحد على 2 باي اف سي.
بعد ما اجيب اكس سي خلاص اقدر اجيب الامبيدنس ده باور 2 زائد ده باور 2 واطلع الاجابه تطلع بتساوي كام 500 اوم تمام ماشي اوكي كويشن 47 a type of mutual magnetic force between two parallel wire carrying a current depend على ايه نوع الميتشوال فورس ما بين تو واير طبعا كلنا عارفين الميتشوال فورس هي اتراكشن يا ريبالجن اتراكشن امتى لما يكون الكرنت ان ذا سيم دايركشن ريبالجن امتى لما يكون الكرنت ان اوبوزيت دايركشن يبقى نوع الفورس يعتمد على مين على اتجاه الكرنت ايوه ايه صح برافو عليك برافو عليك يلا يا جماعه نرجع نصحصح تاني معايا جامدين ازاي تختار بي يا جماعه هل قيمه نوع الميتشوال فورس يعتمد على قيمه الكرنت لا لكن لو قال لك الفاليو بتاعت الميتشوال فورس تعتمد عليه يقول له تعتمد على قيمه الكرنت لكن نوع الميتشوال فورس يعتمد عليه يعتمد على اتجاه الكرنت النوع يعني اتراكشن او ريبالجن ده يعتمد على دايركشن الكرنت سيم اتراكشن اوبوزيت ريبالجن لكن لو قال لك الفاليو بتاعت الميتشوال فورس تعتمد على مين تعتمد على الدايركشن تعتمد سوري على الفاليو بتاع الكرنت تعتمد على المسافه اللي ما بين التواير تعتمد على اللينث بتاع الواير تعتمد على كل دول فاليو تعتمد على فاليو بتاعت القانون كله لو كان قال فاليوز كانت تبقى بي صح وسي صح وال ودي كمان كانت تبقى صح طيب يلا كوتش 48 ده بوتنشال ديفرنس ما بين الانود والكاثود دخلنا تشابتر 6 سؤال على تشابتر 6 حلو بوتنشال ديفرنس ما بين الانود والكاثود في كل تيوب بالرقم ده ذن اعلى فريكوانسي كان بي اوبتيند بكام اعلى فريكوانسي اعلى فريكوانسي اللي هي مين؟ اللي هي اتش سي على اي دوت في صح؟ دي لامدا مينيمم اعلى فريكوانسي اللي هي اتش نيو ماكسيمم ايكوال اي دوت في على طول اتش نيو ماكسيمم ايكوال اي دوت في يبقى نعمل اي دوت في على اتش نطلع البوتنشال بتاع نطلع الفريكوانسي بتاعتك ايكوال كام؟ فيطلع الاجابه هتبقى بي معايا حبيبي محمد معايا شهد تمام يلا بينا زياد راح فين زياد اين ذهبت يا زياد ويوسف كنتوا فين انا صورتي مش ثابته ولا حاجه هو النت عندك وحش بس شويه ايوه فين يوسف فين فين يوسف اطمن على اولادي النت يا جماعه عندكم بيقطع ولا لا عشان بس الناس تبقى عارفه ده من عندي ولا من عندكم النت بيقطع عندكم لا كل بيقول لي لا الصوره لو الصوره اهي الصوره اهي نوقف الصوره نشيل الصوره خالص يلا لا يا مستر ما تشيلش الصورة يا عم سيبني شوية بقى سيبني شوية هاجي لك كمان شوية يلا which of the following statement يلا 49 which of the following statement اوعى تنام اوعى تنام يا رحيم هرجع لك دلوقتي هخدك دلوقتي هطلع لكم بوش تاني بص which of the following statement represent the increase in self inductance solenoid which wrapped around the iron core when other factor kept constant increasing the number of turn in the double increase length of solenoid to double increase cross sectional area انا بقول لك ايه مين الستيتمنت ريبريزنت increase of self inductance نزود السيلف inductance لو زودنا النمبر اوف turn يزيد سيلف inductance لو زودنا طول السولينويد للدبل لا يقل نزود الكروس سكشن اريا و increasing cross sectional area of solenoid to double ما ده برضو يزود برضو عندك السيلف اندكتس removing iron core يعني يقلل permeability ده يقلل السيلف اندكتس هي الاجابه increasing cross sectional area of solenoid to double انا اسف لان عليها باور increase number of turn to double انا عاوز السيلف اندكتنس تزيد للدبل بس لو ال n زادت للدبل السيلف اندكتنس يزيد اربع مرات
بص يا مايكل، خدتش بالي؟ انا ما خدتش بالي. هذا مايكل انا ما خدتش بالي ان هو بيعاوز السيلف تزيد للدبل. هو يقول لك ايه الحاجه اللي تخلي السيلف اندكتنس تزيد للدبل؟ ان لو زادت للدبل، انت عارف ان السيلف اندكتنس في قانون منال دايركتلي مش مع ان، مع ان سكوير، صح يا مايكل؟ فلو ان زادت للدبل باور 2 دي هتزيد 4، مش هتزيد للدبل. هو عاوز حاجه تزودها للدبل، لكن لو الاريا زادت للدبل لا، ساعتها السيلف اندكتنس هتزيد للدبل. تمام، يلا بينا السؤال اللي جاي 50. بصوا بقى، انا عاوز اعلمكم ازاي تتعاملوا مع السؤال ده يا جماعه، عاوز اعلمكم مع نوعيه السؤال ده يا شباب. طيب بصوا يا شباب كده معايا هنا. Which of the following statement represent increase of self inductance؟ معلش، هو السؤال ده مالوش دعوه بنص السؤال ده. هو السؤال بيقول لنا مين الفيجر في دول اللي بيعادل الايكويفلنت سيركت دي؟ طب انا افكر ازاي يا جماعه في السؤال؟ بصراحه افكر ازاي؟ انا هعمل تروث تيبل. بصوا كده، بصوا افهمكم اللي انا بعمله، بفكر ازاي. بقول A B بعدين C. C بالنسبه لي هي اللمبه. طب وبحط الاحتمالات 0 0 0 1 و1 و0 1 1. ايه رايكم؟ يلا نجرب. 0 0 يعني المفتاحين مفتوحين، اللمبه ايه؟ هتنور تدي 1. 0 1 اللمبه تدي 1، 1 و0 اللمبه تدي 1، 1 1 لو قفلت الاثنين دول ده شامبر واير، اللمبه كده مش هتنور. يبقى اللمبه مش هتنور لو ادينا 1 1. تعال نمسك اول احتمال ايه؟ حط الاحتمال 0 0 هتدي ايه؟ 1 1 تدي 1. ماشي، يبقى كده ماشي مع اول احتمال، اول حاجه في التروث تيبل بتاعنا 1. يلا 0 1 0 1 0 هتبقى 1، ال 1 هتبقى 0 هتدي 0. كده بقى خلاص، كده بقى اول احتمال ده خرج بره اللعبه خلاص، ما كملوش، خش على جنبيه. يلا 0 0، الزيرو هنا هتبقى 1 وهنا 0 تدي 1، او الاحتمال كده ماشي مظبوط. يلا كمل 0 1 0 1 هتخش على الان تدي 0، 1 هنا هتبقى 0 هتدي 0. اربع احتمالات عشان مفتاحين هتدي 0، يبقى ده برده غلط خلاص، ما كملش. بي برده غلط، هات سي. شوف كده، اول احتمال 0 و0، تعالى كده 0 0 هتدي 0، النقطه هتخليها 1. 0 1 هتدي 0، النقطه برده هتخليها 1. 1 و 0 هتدي 0، النقطه هتخليها 1. لكن لو 1 1 تدي 1، النقطه هتخليها 0. هو ده اللي هيبقى مظبوط. الاجابه هنا هتكون مين؟ سي يا معلم. الاجابه هنا هتكون مين؟ سي هي الصح، لان كل الاحتمالات مشت عليها. يبقى تاني، لما يكون عندي مفتاحين احط الاحتمالات انا بايدي، واشوف بقى الاحتمالات اللي حطيتها. انا حطيت اربع احتمالات ليه؟ عشان عندي مفتاحين. لو كان ثلاث مفاتيح احط تسع احتمالات، اللي هو لا ثمان احتمالات اللي هو اثنين. فاكرين يا جماعه عدد الاحتمالات بنعمل ايه؟ 2 باور عدد الانبوت. الانبوت اللي هي المفاتيح، الانبوت اللي هي المفاتيح عندنا. تمام، بص يا شاهد يا ايمن، انا بحط الاحتمال بتاعتي 0 0 بعدين اقول 0 1 بعدين اقول 1 0 بعدين 1 1. ده الاحتمالات عادي بنحطها كده بحيث ان احنا نبقى غطينا كل الاحتمالات. واشوف بقى مين اللوجيك جيتس اللي تدي الاحتمالات دي. تمام؟ طب كويس، عجبتك يا مايك. 51 يلا معايا كده. نشوف اجاباتكم ايه. An induction coil وكاباستر وريزيستور وهوت واير اميتر بدائره ار ال سي ار كونكتد توجذر انكلوزد الكتريك سيركت، وكانت في حاله ريزونانس، كانوا في حاله ريزونانس. لو السوفت ايرن بار ريموفد. هنا ساسكت قليلا. ليه؟ فاكر كنت بقول لك لو غيرت حاجه من الثلاث هقات اف او ال او سي تزداد الامبيدنس ويقل الكرنت. فهنا لما اشيل السوفت ايرن، هي الدايره كانت في حاله ريزونانس، شلت السوفت ايرن يبقى انت لعبت في ال، انك لعبت في البرمابيلتي، صح؟ يقول لي اف
bar of soft iron put inside coil. Put يعني دخلناه مش دخلناه مشلناه يا هي عم فرقت شيء كده كده لعبت في ال L. طيب كده لما تعبت في ال L الامبيدنس تعلى والكرنت يقل يبقى ريت الاميتر تقل. انا قلت لك بقى سواء بقى زودت ال L قللت ال L زودت ال C قللت ال C زودت ال F قللت ال F الامبيدنس تعلى والكرنت يقل على طول مباشره. ماشي كويشن 52 ربنا يبارك فيك والله يا يوسف. كويشن 52 ان ذا اوبزيت فيجر يا رب اكون بس اللي بعمله ده اكون بفيدكم يا رب يعني اللي اكون بعمله ده معاكم كده اكون بفيدكم فعلا ما اكونش بعطلك ما اكونش بقرفك يعني يا رب وتستفيد فعلا بقدر المستطاع ويكون تعبنا ده كده ليه ايه يعني بص بجد بجد يكون في فايده لحضرتك يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. طيب يلا كده معايا يقول لك ان ذا اوبزيت فيجر if the light source is switched on the ratio between light intensity beam at x and y اه معلش الناس ما لسه ما كملتهاش ده وايت لايت سورس صح اولا يا جماعه الوايت لايت سورس الانتنسيتي انفرسلي مع السكوير اوف ديستانس صح ولا لا؟ طيب الانتنسيتي عند x على الانتنسيتي عند y هتساوي انفرسلي بتساوي ديستانس y باور 2 على ديستانس x باور 2 يلا كم ديستانس y بتاعتك ب 2 دي باور 2 ديستانس x بدي بس باور 2 شيل دي باور 2 مع دي باور 2 يبقى 2 باور 2 على 1 تطلع 4 ل 1 زي ما كل الرجاله قالت الاجابه هيكون ب طبعا اللي عمل الاجابه 2 على 1 بس يا ريم نسي ان في سكوير نسي ان في انفرسي مع الديستنس سكوير يا ريم صح ولا ايه يا ريم؟ ها؟ انفرسي مع الديستنس سكوير سامعين يا شباب؟ ماشي ماشي عم ريم كويشن 53 السؤال بيقول لي if the energy of incident x-ray photon equal 1.28 multiply 10 by 15 joule and the energy of scattered photon برقم ده يبقى then the wavelength associated scattered electron equal كام باش اتوقع السؤال ده في امتحان السنه دي السؤال ده يا جماعه توقعوه في امتحان السنه دي الفكره بتاعت السؤال ده ان شاء الله في امتحان السنه دي فوتون خبط الكترون واداك انرجي الفوتون بعد الكوليجن عاوز ايه بقى؟ عاوز الويفلينس بتاع الالكترون بعد الكوليجن انت تعمل ايه؟ انا هكتب القانون الاول ده بص معايا انرجي الفوتون قبل الكوليجن قانون كومبتون افكت بتساوي انرجي الفوتون بعد الكوليجن زائد انرجي الالكترون كومبتون تمام؟ طيب ها كده لسه النت وحش النت كده عامل ايه ماشي طيب انرجي الفوتون قبل الكوليجن انا مديها لك ب 1.2 1.28 multiply 10 باور 34 1.28 multiply 10 باور 15 نيجاتيف 15 انرجي الفوتون اللي سكاترت بعد الكوليجن 10 باور 17 كده انا هجيب انرجي الالكترون يلا هماينس ده من ده طب خليك بس معايا واحده واحده بعد ما اجيب انرجي الالكترون انرجي الالكترون دي عباره عن ايه يا شباب هاف ام في سكوير بص بقى بص هعملها انا ايه بص يا واد هعمل ايه بص بص الانرجي بتاعت الالكترون دي بعد ما اجيبها هعمل ايه دي بتساوي ايه هاف ام في سكوير هكتبها كده هاف ام في في V تمام طب اجيب منها فيلوستي طيب استنى مش هستفيد حاجه كده برضه لان الفيلوستي مش معايا هاف ام في سكوير هروح اجيب فيلوستي الالكترون بكام فيلوستي الالكترون هتساوي ايه 2 في انرجي الالكترون على ام تحت الروت انا جبت انرجي الالكترون 2 في الانرجي على ام اجيب الفيلوستي طب ها بعد ما اجيب الفيلوستي الخطوه اللي بعدها اقول ايه الويفلينث
equal h على m v. كده اطلع الماتر ويفلينس ليه الويفلينس بتاع السكاتر الكترون. يبقى استنى، انا جبت من هنا انرجي الالكترون، عوضت هنا جبت فيلوسيتي الالكترون. بعد ما جبت فيلوسيتي الالكترون اروح لقانون دي برولي، لامدا ايكوال اتش على ام في، اطلع الويفلينس بتاعنا ايكوال كام، فيطلع الاجابه بتاعت حضرتك دي. كويشن 54، ذا اوبزيت فيجر. فين فيجر بقى؟ معلش جاي متاخر الفيجر، جاي بعد الحل. تعالى كده طب نشوف كده الفكره ايه بتاعت السؤال. The opposite figure represent a long current carrying wire and the metal bar AB are placed in the plane of the page. So if the rod is moved with uniform velocity V in direction shown in a figure, then the relation of electric potential, يعني مين اللي عنده اعلى potential A ولا B والكلام ده كله، هنعمل احنا ايه؟ اولا الواير اللي قدامنا ده بيتأثر بمجنتيك فيلد جاي من عند الواير اكس انتو ذا بيج. اه مش الواير ده كده بيطلع من تحت كده بقاعده امبير رايت هاند رول، من تحت بيعمل مجنتيك فيلد اكس انتو ذا بيج. الواير ده لو بيتحرك طبق عليه قاعده فليمنج رايت هاند رول. رايت هاند رول ليه؟ حركه تولد كهرباء، حركه تولد كهرباء. يبقى دي فليمنج ايه؟ رايت. بقى عامله كده. بص معايا. بطن ايدك اهي، ده اتجاه الفيلوستي. ده اتجاه الفيلد، اتجاه الكرت لفوق. يلا كده. قلنا الواير. لما يكون اتجاه الكرت لفوق يبقى الكهرباء ماشيه في اللي فين؟ من النيجاتيف للبوزيتيف. لان الواير اللي بيحصل فيه اندكشن ده البطاريه. يبقى كده فولت مين اللي اكبر؟ كده فولت ايه؟ اكبر من بي. كده يبقى فولت ايه يا بسنت؟ صح كده، اكبر من فولت مين؟ بي. ده الفكره. يبقى انا اولا حددت اتجاه المجنتيك فيلد بقاعده امبير رايت هاند رول اكس، بعدين حددت اتجاه ديوز كارنت صباع الفيلد ده جوه الصفحه، بطن ايدي اتجاه الفيلوستي، الكارنت اللي فوق اهو تمام، الثمب هو الفيلد جوه الصفحه، بطن ايدك السرعه، صوابعك دي اتجاه الانديوز كارنت اللي فوق، وان الواير الكهرباء فيه بتمشي من النيجاتيف للبوزيتيف. طيب السؤال اللي بعد نمبر 55، the opposite figure illustrate the wire. يلا كده معايا، يلا عملنا السؤال ده كذا مره يا شباب، عملنا السؤال ده كتير قوي، عملناه كتير قوي قوي قوي. The opposite figure illustrate a wire A that placed the perpendicular to the plane of the page carrying a current directed into the page. So the magnetic flux density is H Tesla produced at point B. If magnetic flux for horizontal component of Earth is H Tesla in the direction as shown in the figure, then the resultant magnetic flux density at the point B equal K. تعال كده مع بعض يا شباب. هو بيقول عند النقطة B في magnetic field اتكون اسمه H. أولا لما يكون الواير كارينج كارنت انتو ذا بيج، اتجاه المجنتيك فيلد هيبقى ايه؟ كلوك وايز بالشكل ده، ده اتجاه المجنتيك فيلد اللي هيتكون حواليه كده. يعني اجي عند النقطة بي واتجاه المجنتيك فيلد هيبقى لتحت كده اتش. دايما اتجاه المجنتيك فيلد باخد تانجنت مع اتجاه الحركة بتاعت الفيلد. الايرث ماجنتيك فيلد، الايرث ماجنتيك فيلد اتجاه الفوق كده، اديها لون تاني اسود اهو. عند النقطة بي. ده الايرث ماجنتيك فيلد اللي جاي من عند الارض، اتش لفوق. طب الاثنين عكس بعض. ده اللي جاي من عند الواير وده اللي جاي من عند الايرث. عند النقطة بي. ايكوال وعكس بعض، يطلع البي توتال عند النقطة بي كام؟ زيرو. تمام؟ ماشي، لا. ماشي، اوكي، ماشي يا شهد. يلا 56، اقروا كده معايا السؤال. يلا معايا كده، خلاص بقى يا جماعه اربع اسئله بعد ده. يلا. The opposite figure represented the relation between frequency nu of incident light ray على surface of the metal and the maximum kinetic energy. فين الجراف؟ اهو.
حلو. إذا كان الـ work function بيساوي 4 في 10 power negative 19 then الـ value بتاعت النقطة X بكام؟ انت قال ان السؤال سهل صح؟ ليه؟ ده يا جماعة critical frequency، يبقى دي بتساوي ايه؟ 3 من critical frequency. الـ kinetic energy هتساوي ايه بقى؟ خلي بالك ركز معاك كده، الـ kinetic energy هتساوي ايه؟ 3 H نيو ماينس H نيو. هي بص واحدة واحدة، الكينيتيك انرجي بتاعت الالكترون اللي هي عند نقطه اكس دي اسمها الكينيتيك انرجي، عند نقطه اكس دي الكينيتيك انرجي. الكينيتيك انرجي بتساوي انرجي الفوتون ماينس الورك فانكشن. انرجي الفوتون هتساوي 3 اتش نيو 1 والورك فانكشن اتش نيو 1. 3 اتش نيو 1 ماينس اتش نيو 1 يبقى الكينيتيك انرجي ايكوال كام؟ 2 اتش نيو 1، يعني 2 من الورك فانكشن. يعني 2 اتش بكام؟ ب 6.625 مالتبلاي 10 باي 34 في نيو 1 اللي هي كام؟ 4 في 10 فين؟ على فكره كنت ممكن ما اعملش كده، كنت اقول 2 ورك فانكشن على طول. انا اسف انا غلطان يا جماعه، انا فعلا غلطان. ايه اللي انا عملته ده كله؟ مش انا قلت بتساوي 3 ناقص 1 بتساوي 2؟ كده يبقى الكينيتيك انرجي على طول بتساوي ايه؟ دبل الورك فانكشن على طول مباشره، 2 من الورك فانكشن. يبقى 2 في 4 في 10 باي 19 تطلع 8 في 10 باي 19 على طول، على دوشه بتاع 3 ورك فانكشن ماينس ورك فانكشن تطلع 2 ورك فانكشن. ايوه ايوه يا جيداء، ايوه كده، ايوه فرحيني واديني القانون اللي انت عارفاه كنت بختبرك. طبعا جيداء بتقول لي ايه؟ هنا ساسكت قليلا. انت مش انت قلت لنا لو الفريكونسي برضه بتساوي ان من الكريتيكال يبقى الكينيتيك انرجي بتساوي ان ماينس 1 من الورك فانكشن؟ ايوه جدا صح. فانت قلت الفريكوانسي بتساوي دلوقتي 3 من الكريتيكال، يبقى اكيد الكينيتيك بتساوي 2 ورك فانكشن على طول يا مستر نوار، ان ماينس 1 مخلص. يا خبر، انا كنت عايز اشوفكم فاكرين القانون ولا لا، والله العظيم كنت مستني. ماشي بص جامعة يلا 57. If the multiplier resistance of voltmeter is 9 times the resistance of galvanometer Rm بتساوي 9 من Rg then. ايوه ايوه آه برضو كنت مديلك قانون دي، كنت مديلك قانون حمادة كده، بقى ال V بتساوي ايه؟ ايوه كده 10 بي جي. كنت برضو نوار بيزغرط في الحتة دي، برضو نوار عامل قانون في الحتة دي، كان مدي قانون ايه؟ V بتساوي ان في جي ناقص 1 يبقى ار ام بتساوي ان ماينس 1 من ار جي. قلت لك وانا راجع كده ازود الواحد ده، فهو قال ايه؟ ار ام بتساوي 9 من ار جي، يبقى زود 1 يبقى الفي بتساوي 10 من في جي. هو ده الكلام. خلص اسئله تشوز بسرعه 58. يلا اوبزيت فيجر ان كولج تيوب اديني. يلا بيقول لي بقى عندك هنا ايه؟ Which of the following choices lead to change the shortest wavelength lambda minimum in continuous X-ray؟ المينيمم wavelength لو انا عاوز اغير قيمتها هغير انهي بوتنشال؟ V1 ولا V2؟ غير V2 طبعا. V1 ده يا جماعه بيسخن الفيلم بس، V1 ده بيسخن الفيلم، لكن V2 هو اللي بيعلي مين؟ بيغير الwavelength المينيمم. اما 2 بقى لو غيرت الاتوميك نمبر بتاع 2 ده يغير الويفلينس بتاع الكاركترستيك، لكن الهاي فولتج بيغير الويفلينس المينيمم بتاع الكونتينيوس، فعشان كده اختار بي. الاختيار الصح هيكون مين؟ بي. ايوه صح كده يا استاذه بسنت. ايوه ال V2 هي الهاي فولتج، V1 ديت هي اللو فولتج اللي متوصله عند الفيلمنت اللو فولتج، و V2 هي الهاي فولتج. ماشي يا هنا احمد؟ يلا 59. احمد دايما الفولت العالي اللي ما بين الانود والكاثود، الفولت العالي اللي ما بين الانود والكاثود، مش انت قانون اللامدا مينيمم
بص يا حبيب قلبي، مش اللامدا مينيمم دي بقانون اتش سي على اي دوت في؟ الفي ده مين؟ ده الهاي فولتج اللي ما بين الانود والكاثود اللي هو في 2، هو ده. ده بقى تزوده او تقلله يغير لك قيمه المينيمم وفلنس بتاع الكونتينيوس. لكن الوفلنس بتاع الكاركترستيك ده قانون ايه؟ اتش سي على دلتا اي. دلتا اي معتمده على الاتوميك نمبر بتاع التارجت ده. فلما بتغير الاتوميك نمبر بتاع التارجت ده بتغير الدلتا اي، ومنها بتغير الوفلنس بتاع الكاركترستيك. يبقى الوفلنس الكاركترستيك بيتغير بمين؟ بتغير الاتوميك نمبر. لكن الوفلنس الكونتينيوس بيتغير بتغير مين؟ بتغير البوتنشال ديفرنس ما بين الانود والكاثود اللي هو في 2. يلا على 59. The opposite figure يا أحمد. يلا يا إبراهيم. The opposite figure represent a circular coil which is placed perpendicular to uniform magnetic field. If the coil rotate, وده كنا بنحله النهاردة على منصة حصص مصر. Which coil perpendicular على magnetic field. والكويل لفيناه 90 ديجري في الوضع ده. هل وانا لما الفه 90 ديجري، بصوا تاني كده. ده الكويل وده كده المجنتيك فيلد داخل جواه كده. فالكويل انا هلفه 90 ديجري، بلفه كده يا جماعه. هل في تغير في الفلكس؟ ما هو كده يا جماعه، هو الفلكس بياخد بربنديكولار عليه، يعني فلكس ماكسيمم. فانا لما الفه 90 ديجري برضه فلكس ماكسيمم، ما اتغيرش حاجه. لكن انت عارف لما يكون الكويل كده والفه كده، كده كان نورمال بقى بارلل، كده نورمال بقى بارلل، تمام؟ فبالتالي الفلكس اتغير، لكن الوضع ده الفلكس مش هيتغير خالص. يتغير لو كويل لف 90 ديجري بالشكل ده، بص كده بيربنديكولار بعدين لف كده اهو. لو لف كده، كده كان بيربنديكولار، كده يبقى بارلل، كده يبقى فلكس اتغير. لكن هو عمل ايه؟ اللي بيلفه كده حوالين نفسه، لا كده هيفضل الفلكس بيلف حوالين نفسه، كده فلكس ثابت. لا مش هيعمل فيه دي اكس ولا حاجه، فلكس ثابت. يعمل فيه عكس الموجود ليه؟ هو في فلكس زاد ولا فلكس قل؟ لا فيش فيلد زاد ولا فيلد قل. سؤال اخير. تو كونسنتريك سيركل كويل، كونسنتريك يعني اثنين كويل جوا بعض، بيربنديكولار تو ايتش اذر. بيربنديكولار يعني اثنين كويلز عاملين كده، ادي كويل وادي كويل. اداني بقى ايه؟ ان 1 وان 2، اي 1 واي 2، ار 1 وار 2. فطبعا انت هتجيب ايه؟ هتجيب بي 1، عاوز البي توتال بقى. هجيب بي 1 وهجيب بي 2 وطبق عليهم قانون بايثاغورس. بس بي 1 ميو ان اي على 2 ار، والثانيه ميو ان اي على 2 ار. وبعدين قلت لك اي اثنين كويل بيربنديكولار على بعض البي توتال بتاعتهم تتجاب بقانون البايثاغورس. وي ار فينيشت، تمام. وهنا هنقدر نقول لكم تصبحوا على خير. المره الجايه هيبقى عندنا امتحان ايه؟ بكره. استنوا بقى، استنوا شباب. طبعا يعني انا بطلب منكم حاجات، وكل واحد وضميره. يعني انا مثلا كنت قايل لكم ايه؟ عليكم وانا حليت. يعني احنا المفروض نكون حلينا في اليومين دول. انا كنت مدي عليكم واجب ايه؟ ها؟ ماشي ماشي يا استاذه، بس انت حاضر. كنت مديكم عليكم واجب السابع وانا حليت مين؟ العاشر. وامبارح كنت مديكم واجب السادس وانا حليت مين؟ الثامن. يبقى احنا كده حلينا مين؟ يبقى كده المفروض خلصنا مين؟ وقبل كده كنت مدي واحد واثنين في بدايه الايه؟ السنه. بص، واحد اثنين ستة ثمانية سبعة، مش عارف كنت مديكم رقم سبعة وانا حليت عشرة، تمام؟ طبعا خلص الكتاب. طبعا ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب بصوا بقى كده معايا. طبعا يا جماعه معلش، هي فيديوهات المراجعه بتاعت ايه اللي مش مفتوحه؟ بتاعت الحل ولا بتاعت الشرح؟ الناس اللي بتتكلم مش مفتوحه، دي فيديوهات ايه اللي مش مفتوحه؟ بتاعت الحل ازاي مش مفتوحه يا جماعه؟ انا فتحت كل الفيديوهات. طب يا عمر معلش، يا فيديوهات بتاعه الحل مش انا اتفقت معاك انها تتفتح لكل الطلبه؟ ممكن افهم هي فتحت ولا لا؟ فيديوهات المراجعات. طب هي كل
هي كلها مفتوحه لاي حد حضر في السنتر او اي حد اشتراها قبل كده تفتحه بس. تمام. طب هقول لكم بكره هنحل ايه بقى، بس بشوف بس اللي انا اديته ايه قبل كده، بكره هقول لكم هنحل ايه عشان تجهزوا نفسكم. عندي بس امتحان لبكره، امتحان واحد لبكره. ايه بقى طيب قول ايه امتحان بقى، ها قول عرفتنا قول. ماشي الله يسامحك عم، لا مش كده قول وخلاص. 8 انت حليته، 9 المفروض احنا حليناه، 9 كان عليكم 9 خلاص. عليكم ايه؟ عليكم امتحان رقم 9. عليكم ايه يا جماعه؟ امتحان رقم 9. نعم ده عليكم انتوا 9 مش عليا انا. ايوه عليك يو ار كود. ايوه والله 13 كل اصل انا مش عاوز احل امتحان عليك يو ار كود. اللي عليك يو ار كود انتوا هتحلوه، انا مش دعوه بيكم. انا طالما مدي عليه فيديو كيو ار كود لا. مع فكره امتحانات اللي هي 13 14 و15 و16 دول فظاع يا جماعه، وعليهم كيو ار كود فيديوهات تحفه. يا لهوي العيال ما بتحلش الحاجات ده. العيال دي لو بجد بجد يا جماعه الامتحانات 13 14 و15 اللي عليهم كيو ار كود دولت يا جماعه خطار خطار خطار، ومحدش بيعبرني خطار. طيب انا هحل بكره امتحان نمبر 17، هحل انا رقم 17. تمام هحل 17 بكره. يلا تصبحوا على خير. يلا سلام عليكم. Au revoir.